تمام. هنبدأ أول حاجة بالبالبيشن. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا طبعا عشان بس افكر الهدف من النهارده هو السكيلز بتاعت الرايتنج للشيت مش الاوسكي. احنا بدانا يعني اتكلمنا في ثلاث مرات سابقه، مره كنا بنتكلم على الهيستوري، ومره اتكلمنا على الجنرال اكزامينشن، واتكلمنا كمان مره على الجزء من اللوكال اكزامينشن، وكنا اتكلمنا على الانسبكشن والاوسكالتيشن. النهارده ان شاء الله احنا هنكمل هنكمل ايه اللوكال اكزامينشن، وهناخد هنتكلم ان شاء الله النهارده على البالبيشن والبالبيشن ازاي، او ايه الداتا اللي انت المفروض تكتبها لو انت بتتكلم على شيت، وبرده هنمر على الاوسكي ايه الحاجات اللي احنا بنركز عليها في امتحان الاوسكي. النهارده معانا ان شاء الله دكتوره ياسمين مجهزه الشيت بتاع البالبيشن والبالبيشن. اتفضلي يا دكتوره ياسمين. تمام، السلام عليكم. هنبدا اول حاجه بالبالبيشن. البالبيشن ده سوبرفيشال بالبيشن وديب بالبيشن. اول حاجه هنمر على السلايدز يا دكتوره ياسمين. تمام. هو الدكتور ياسمين انت نسيت تحط في الباوربوينت الحاجات اللي احنا كل مره، لان ما كنتش معانا المرات السابقه، فاحنا دايما لما بنيجي نتكلم على شيت انا ما بخش على البالبيشن والبركشن من غير ما كان عندي خطوات سابقه. انا طبعا دخلت على المريض فحييت المريض، عرفته بنفسي، خدت منه كونسنت صريح على الهيستوري تيكينج والاكزامينشن، طبعا عملت جنرال اكزامينشن، وعملت خطوات كمان في اللوكال اكزامينشن قبل ما اوصل لمرحلتي البالبيشن اند بيركشن. وطبعا عشان اعمل الكلام ده محتاج ان انا اكون عملت جود اكسبوجر، وقلنا الايتيمز دي احنا بنحاسبك عليها في امتحان الاوسكي. ربما في الشيت الاكزامينر بيجي لك بكون تخلصت فحصت وكتبت الشيت، لكن انت في الاوسكي بنحاسبك على الحاجات، لان انت بتخش عليا وانا قاعد فبشوفك وانت بتاخد الكلام ده. لكن هو مشكله الشيت ان الدكتور بيخش عليك بيقول لك انت خلصت؟ اه خلصت، ما بيشوفش هذا الجزء من الفحص، مع انه في غايه الاهميه، وخاصه في الترند الجديد في التدريس الحاجات دي عليها عامل كبير جدا وعليها درجات ثابته. تمام يا دكتور ياسمين؟ تمام. الجزء برضو المهم جدا اللي احنا كل مره بنفكر بيه هو الاسكال كونسيدريشن. المريض من حقه ان يرفض الاكزامينشن ويرفض العلاج حتى في اي وقت اثناء الفحص دون الخوف من العقاب، طبقا لما يتوافق مع الميثاق العالمي لحقوق الانسان وميثاق حقوق المريض اللي متعلق جزء منه في مدخل المستشفى في البهو الرئيسي بتاع المستشفى، الا في حالات معينه من ضمنها اللايف ثريتنينج سيتويشن والحالات التي تهدد السمن والامن القومي، يعني زي موضوع الكورونا مثلا. ما يجيش مريض النهارده عنده كورونا وسيفير ديزيز وانفكشوس يقول لك انا مروح. طبعا ده ليس له حق في الاعتراض، لان ده خطر على المجتمع ككل. متفقين يا جماعه على هذه النقاط؟ النقاط دي مهمه جدا. لو انت ان شاء الله ربنا اكرمك واشتغلت في مكان سيرتيفايد او كواليفايد او واخد اكريديتيشن زي مثلا جي سي اي والحاجات دي كلها، الحاجات دي بتتحاسب عليها في البراكتس بتاعك كمان مش في التعليم بس. الا بقى لو انت اوسكي، لو انت سؤال اوسكي زي ما اتكلمنا قبل كده، بتخش تسحب ورقه واقول لك لو سمحت سؤالك الاوسكي كذا، فما تبقاش تحتاج انك تاخد جنرال اكزامينشن ولا لوكال اكزامينشن مصطفى، هتركز على الايتم. لكن الحاجات الاسكال دي مهمه في كل حاجه، اوسكي، لونج شيت، شورت شيت، دي حاجات فيكسد ثابته ومفيش فيها اي كلام. اتفضلي يا دكتور ياسمين. انا هفكر بس الزملاء قبل حاجه ما تبداي بدي الرولز اوف بالبيشن. البالبيشن له قواعد يا جماعه. اولها البوزيشن، المريض بيبقى نايم في البوزيشن اللي هو نايم على ظهره، ولازم يحصل فليكشن للني والهيب، والفليكشن ده بيعمل ريلاكسيشن للابدومينال فاشيا مش للماسلز، لان الماسلز كده في اكتيفيتي عامله فليكشن فهي في اكتيفيتي. وانا هفكركم بالسلايد اللي كنا بنرسمها بتاعت الاناتوميكال بوزيشن. الاناتوميكال او النيوترال بوزيشن بيبقى فيه الهيب اكستندد والني اكستندد. وانس انك عملت فليكشن للني والهيب فانت حطيت الماسل في اكتيفيتي. عشان الناس بتغلط في الامتحان ونسال يا جماعه ليه بتعمل فليكشن للهيب والني مش عشان فليكشن للماسل او ريلاكسيشن للماسل، لان الماسل ناو از نوت ان ا ريلاكس ستيت، بالعكس الماسل في اكشن وده بيعمل ريلاكسيشن للفاشيا اوف ذا ابدومين. المريض بياخد نفس من بقه، بقول له لو سمحت بص الجهه الثانيه، يعني انت واقف على الرايت سايد هو المريض بيبص للجهه الشمال وفاتح بقه وتقول له خد نفس. تمام. لما نيجي نعمل بعد شويه زي ما الدكتوره ياسمين هتوضح لنا
الاكزامينشن سوبرفيشال ممكن تمشي كلوك وايز انتي كلوك وايز اللي يريحك. المهم انك في السيتويشنز العاديه بتنتهي بالامبلايتس. لكن لو انت المريض من الاول ده بتساله سؤال زي ما الدكتوره ياسمين هتقول لنا بعد شويه لو في حته معينه بتوجعه انت بتبعد عنها بتخليها اخر مكان، لان لو بدات بيها المريض بيعمل كونتراكشن انفولانتري كونتراكشن ابدومينال المصل بتعمل جاردنج وبتبوظ على نفسك السوبرفيشال اكزامينشن. الاورطه كلنا بننساها الاكزامينشن، بنبدا اكزامينشن لايت وبنخش فيه، وبعد كده في ميشنز اوف بالبيشن هنتكلم عليها تباعا على حسب الاورجن اللي بنتكلم عليه بعد شويه. اتفضلي يا دكتور ياسمين. اول حاجه بنبداها السوبرفيشال بالبيشن. السوبرفيشال بالبيشن ده احنا بنمشي بالهاند على الابدومين كلها، بنبدا كلوك وايز بننتهي بالامبلايكس في الاخر، الا لو البيشنت قال لي في حاجه بتوجعه لو انا سالته يعني هخلي الحته دي اخر حته همشي عليها. اهميه السوبرفيشال بالبيشن ده ان انا اشوف ان مفيش تندرنس، مفيش بالبابل ماسز، يعني لو عملت السوبرفيشال بالبيشن بيبين لنا التندرنس والبالبابل ماسز والريجيديتي واي تشينج في التمبريتشر. طيب احنا طبعا مطلوب منك ان انا هكتب الداتا، يعني انا مثلا النهارده بتكلم على شيت حاله ابدومين هقول سوبرفيشال بالبيشن، ايه اللي حضرتك هتقوليه الاربع نقط اللي كاتباهم دول هتكتبيهم في شيت يا دكتوره ياسمين؟ نو تندرنس، نو بالبابل ماسز، نو ريجيديتي، نو تشينج في التمبريتشر. طيب انا ممكن اتوجه بالسؤال للدكتوره بسمه، سامعاني يا دكتوره بسمه؟ ايوه حضرتك. ايه رايك في اللي الدكتوره ياسمين كاتباه يا دكتوره بسمه؟ كويس. ايوه يعني كويس، يعني ايه كويس؟ يعني خلاص اكسبتد ولا في كومنت ولا في حاجه زايده ولا في حاجه ناقصه؟ اعتقد كويس، مفيش حاجه ناقصه ان شاء الله. طيب انا ليا اتنين كومنتات. الكومنت الاولاني اللي انا معلم عليه بالاحمر ده، التمبريتشر ليست من الايتيمز اللي احنا بنجيبها في البروفيشنال بالبيشن. تمام مكتوب في كل المذكرات تمبريتشر. هل انا اقدر من ان انا احط ايدي على بطن المريض ان انا اقول للمريض ده فيفرش او لا؟ كل المرضى بيبقوا لابسين هدوم وهيرفع هدومه ويحط ايدك على بطنه ده فيفرش، فده كلام يعني مش ساينتفك 100%. انا اعتقد يا دكتور لو الحته يعني لو المكان ده انفليمد او في حاجه هيبقى هوت، يبقى هوتنس يا دكتوره دكتوره ياسمين، مش رايز نو تشينج ان تمبريتشر. لو انت عندك مكان انفليمد اوبفيسلي هتلاقيه طبعا انفليمد، وحطيت عليه هتلاقيه هوت، مش هتقول التمبريتشر عاليه. لان طبعا السنه اللي قبل اللي فاتت جات لي دكتوره في الامتحان وبتعمل بالبيشن فبتقول لي الاسبلين وورم، قلت لها ورم ده يعني سخن ولا ورم يعني فيه دوده؟ انا عايز اعرف. تمام؟ اي والله هذا حصل، ما اعرفش انت فاكره في الدول ولا لا. الكلام ده حصل في الامتحان يا دكتوره بس. ان انا اقدر اجيب بالسوبرفيشال بالبيشن ممكن اجيس بيها التمبريتشر، لكن ما اقدرش اكتبها كايتم لانه ده كلام مش عليه اجريمنت، يعني ما فيش عليه اتفاق. كلنا بنبقى لابسين هدوم، لما تيجي تكشف بطن المريض هتلاقي بطنه دافيه طبعا. صح ولا انا غلطان؟ صح. الحاجه الثانيه كتذكره بقى، الرسمتين دول فيهم حاجتين مهمين، فيهم ثلاث حاجات مهمه قوي. يبقى انا لما اجي اكتب سوبرفيشال بالبيشن او اسمه برضو لايت بالبيشن يبقى بتكلم على فيه تندرنس او مفيش تندرنس غير الايه البين اذا سيمتوم، بينما تندرنس اذا صاير. بحط ايدي على بطن المريض بقول او ببص على عينه، عشان كده وانا بعمل اكزامينشن الحاجات بقى اللي احنا قاعدين نركز عليها بحط ايدي تكون ايدي كلها مريحه زي الصوره اللي انا معلم عليها دي. لحظه بس عشان اشتغل البوينتر، انا اسف. الصوره دي باينه عندك يا دكتوره ياسمين؟ دكتوره بسمه؟ الصوره دي انا بطني ايدي مريحه على بطن المريض تماما، ما برفعهاش، لازم ايدي تكون مريحه على بطن المريض، وبضغط ضغط خفيفه فيما لا يتجاوز 1 سم يعني ديبريشن للابدومينال وول. تمام؟ وانا عيني في عين المريض، وده حاجه بتنسوها كتير قوي في الامتحان يا جماعه. من رهبه الامتحان بدل ما بتبص في عين المريض بتبص في عين الدكتور. تمام؟ فانت عينك في عين المريض على طول عشان تشوف، ان في بعض الناس مش لازم يقول او يصور، بمجرد انه يمتعد بس كده او جريماسنج هتلاقي الفيشال اكسبريشن بتاعه اتغيرت، وهتقدر تطلع بيها الايه؟ التندرنس. ممكن تلاقي بالبابول ماس سوبرفيشال ماس. تمام؟
لما تلاقي سوبرفيشال ماس هتوصف التوبوجرافي بتاعها، هي موجوده اناتوميكالي في انهي 9 من 9 ريجنز اللي تحت دول. شايف الرسمه دي فيها الاثنين اللونجيتودينال لاينز واثنين ترانزفيرس لاينز اللي بيحددوا الاماكن. فانت محتاج تقول لي الماس اللي انت لقيتها موجوده في الليفت هايبوكوندريا، موجوده في الامبليكال ريجن، ده مهم جدا. ولو تقدر رافلي تقول الكاركترز يعني السايز بتاعها قد ايه، السيرفيس، التندرنس، وبتخلي المريض يحاول يهم يقوم زي ما بنعمل فيه نفس التست اللي بنعمل بيه اكزامينيشن لل الديفركيشن اوف ريكتاي. لو هي بره الابدومينال كافيتي هتلاقي الماس ايه دكتور ياسمين؟ دكتور ياسمين معايا؟ سامعني محمد؟ لو بره، لو من المريض يقوم هتبقى لو المريض خليته يهم هلاقي الماس بلج لبره، هلاقي الماس بلجنج. لكن لو ديب مات هتبقى ديسابير يعني مش هنلاقيها. يبقى اول حاجه انا بطلع التندرنس، رقم 2 بطلع البلبه والماس، رقم 3 الايه الريجيديتي او الجاردنج. الريجيديتي حاجه خارج اراده المريض، بلاقي البطن بتاع المريض ريجيد يعني زي لوح الخشب كده بالظبط. ده يختلف عن الجاردنج. الجاردنج ان انا لو عملت اخطاء وانا بفحص المريض، المريض انكولانتري هيعمل كونتراكشن لايه للابدومينال ماسلز ويخليها عامله زي الخشبه. افرق الريجيديتي اللي هو باثولوجيكال عن الجاردنج اللي هو نون باثولوجيكال ازاي يا دكتور ياسمين؟ اعمل له ديستراكشن. الله ينور عليك. ازاي؟ احاول اساله اي اسئله ثانيه او احط ايدي على الشيست بتاعه او اخليه يعمل كلينشنج للهاند. هو شكرا دكتور ياسمين. هو الفكره طبعا ان زي ما دكتور ياسمين قال تخلي الابدومينال ماسلز تتحرك، تمام؟ اخليها تتحرك، يا اما انا اعمل ديستراكشن للاتنشن، اشغل المريض بسؤال، اهزر معاه، طب انت منين؟ طب انت عامل ايه؟ طب انت ايه اللي جايبك هنا؟ يعني سؤال بحيث انه ينسى خالص بطنه، فبطنه تبدا تتحرك. او احط ايدي الشمال، اضغط بقبض ايدي الشمال على صدره، فاعمل ريستريكشن للشيست موفمنت واكبره ان هو يحرك الايه؟ الابدومينال ماسلز عشان يعمل ايه؟ يحصل ايه؟ بريسنج. لو هو جاردنج هتفك، لو هي ريجيد طبعا مش هتفك، لان ريجيد دي باثولوجيكال معناها ان المريض عنده بريتونايتس. احنا للاسف كاطباء واحنا بنعمل اكزامينيشن ساعات بنبقى احنا سبب الايه؟ الجاردنج. لو واحده ضوافرها طويله وما اكثرهن، تروح تعمل اكزامينيشن، تروح جارد صوابعها في بطن المريض، يروح المريض عامل بولانتري كونتراكشن. لو انا بنمتحن في الشتاء والجو برد وانا عريت بطن المريض او كشفت بطن المريض وما دفتش ايدي، فاذا مهم قوي ان انا اشوف السيركمستانس. لو انا داخل امتحن على المريض والاوضه التكييف عالي قوي وهتبقى الدنيا برد، لازم ادفي ايدي شويه او انفخ في ايدي او افركها ببعضيها بحيث ايدي تبقى ايه؟ ايدي تبقى دافيه شويه، عشان اول ما احطها على بطن المريض ويحس بالبرد هو انفولانتري هيحصل كونتراكشن للابدومينال ماسلز. يبقى السوبرفيشال بالبيشن بطلع بيه ثلاث حاجات مهمه، في تندرنس ولا مفيش، في بالبول ماسز ولا لا، وفي ريجيديتي او تندر او جاردنج ريجيديتي او لا، لان الجاردنج ده حاجه غلط مني. والتندرنس لو موجود في ريباوند تندرنس ولا لا. القواعد انا بمشي زي ما الصوره اللي موجوده دي، لو المريض ما قالش ان في نقطه معينه بتوجعه بمشي في الجي شيبد او السي شيبد، ده ببدا من الرايت من الليفت الى الكوس او من الرايت الى الكوس ايهما تحب، يعني ده انتي كلوك وايز. ممكن ابدا من هنا وامشي امشي كلوك وايز، ده انتي كلوك وايز، وفي الاخر انتهي بالامبلاكس. لكن لو المريض قال لي ان في منطقه معينه توجعني هخليها اخر مكان عشان ما يحصليش الايه؟ الجاردنج اللي احنا كنا بنتكلم عليه. لازم ايدي تكون مريحه على بطن المريض تماما، بضغط ضغطه بسيطه فيما لا يتجاوز 1 سم من بطن المريض، وعينيا في عينين الايه؟ المريض. طبعا اكون مدفي ايه؟ مدفي وعامل فليكشن للني والهب. دي نقطه مهمه جدا، والفليكشن ده فائدته ان انا بعمل ريلاكسيشن للابدومينال فاشيا مش للمسلز. تمام يا دكتوره بسمه؟ تمام يا دكتور. دكتور هو مش المفروض لو البيشنت عنده بريتونايتس وعنده ريجيديتي فهو اصلا هو يبقى في بين وفي تندرنس، مش هيخليني احط ايدي اصلا؟ هو على حسب السيفيريتي بتاع الانفكشن، كل ما كان طبعا سيفير مش هيستحمل انك تحط ايدك، لكن لو حطيت ايدك تحط ايدك على بطن المريض هتشوفوا الكلام ده في الجراحه ان شاء الله لما تشتغلوا بالطوارئ، هتلاقي المريض فعلا كانك حاطط ايدك على لوح خشب، حاجه فعلا ريجيد جدا. شكرا لحضرتك. دكتور محمد حسين سامعني؟ طيب ليتس موف اون. احنا كده اتكلمنا، يبقى قلنا البلبيشن في سوبرفيشال بلبيشن اللي اتكلمنا بيه على الكومنت اللي فات، والدكتوره ياسمين هتكمل معانا بقيه اجزاء الشيء. اتفضلي يا دكتوره ياسمين.
الديب بالبيشن بقى ده للأورجن. أول أورجن هنعمله ديب بالبيشن الليفر. بالأوردينري ميثود العادية بدنا أنا بالهاند ببدأ من الرايت هايبوكوندريم وبحس الأول الرايت لوب من الرايت هايبوكوندريم بحسه بالهاند. الهاند بتبقى فلات على الأبدومن وبحس الليفت لوب ببدأ من أول الأمبلايكس وأنا طالع على فوق. الكومنت بتاعنا هنا الرايت لوب فلت ثلاث بونتي بلو الكوستال مارجن عند الهارب ايتش فيرم انكونسيستنسي سموث سيرفيس نو تندرنس ونو ثريل او اور بالفيشن اور بري الليفت لوب نوت فلت ونو هوباتو جاجلر ريفلكس. تمام دكتور محمد حسين معايا في اذر ميثود بقى ما دام حسينا بالكلاسيك مش هحس بالاذر ميثودز يعني ده اللي انت كتبتيه في الشيت ده اللي انا كتبته في الشيت انا حسيته بالكلاسيك ميثود بالاوردينري ميثود يعني تمام ده هيبقى نقطه للديسكشن انا بس كان نفسي دكتور محمد حسين يكون معانا عشان يبقى الديسكشن انتر اكتيف تمام دكتوره بسمه ايه رايك في الكومنت اللي الدكتوره ياسمين كاتباه على الشيت هو اعتقد ان هو كامل يعني بس هو الهباتو جاجلر ريفلكس والبلسيشن والحاجات التانية دي المفروض ان انا هعلق عليها في كل مرة ولا لما الاقي حالات خاصة بس يعني ايه في كل مرة تقصدي يعني في اي بيشنت انا هعمل اكزامينيشن المفروض ان انا هعمل هباتو جاجلر ريفلكس وان انا هشوف اذا كان في ثريل او بروي ده سؤال محترم طيب دكتور اسلام سامعني يا باشا سامع حضرتك دكتور اسلام اولا بنرحب بيك ايه رايك في الكومنت اللي مكتوب على البالبيشن اوف ذا ليفر على السلايد اللي قدامك لا تمام يا باشا كامل اهو الدكتوره ياسمين معلقه على الرايت لوب والليفت لوب بس هو البروي ده يعني هو ده بالبيشن بيتحس ولا البروي ده ممكن ايه البروي والسريل يا دكتور اسلام هو السريل بيتحس بس البروي تقريبا ده بيتسمع يعني لازم سماعة تمام طيب خلوني اشوف الكومنت اللي انا ليا اتنين كومنتات هنا الكومنت الاولاني بشكر عليه دكتور اسلام اللي هو موضوع البروي البروي از ان اسكالتاتوري فايند تمام يا دكتور ياسمين ما هو البروي اسكالتاتوري يبقى انا هنا انا بعمل بالبيشن بالباي مانوال الستريل بالباي مانوال الستريل هو والبالسيشن حاجه واحده بشوفهم بالباي مانوال اكزامينيشن اللي انت مصورها في الصوره الجميله دي طيب يبقى انا لما اجي اكتب في الشيت يا جماعه لما اجي اكتب في الشيت بكتب كومنت على الرايت لوب زي ما الدكتوره ياسمين مشكوره عملت وبكتب كومنت على الايه على الليفت لوب تمام الدكتوره ياسمين كتبت اول حاجه انه فيل 3 سم بلو ذا كوستال مارجن وهسالها السؤال حسبت ال 3 سم دول ازاي يا دكتوره ياسمين كان معاك مسطره سامعاني ايوه يا دكتور المزوره دي اللي احنا بنقيس بيها بتبقى معانا في الامتحان او ممكن بقى بالفينجر بالبيشنت فينجر يبقى الله ينور عليك احنا بنسال ليه عشان يبقى الطالب عارف هو داخل الامتحان ما حدش بياخد معاه مسطره ولو خد مسطره هينسى يستخدمها اساسا يعني الواحد بيبقى داخل الامتحان وبتبقى يعني بيبقى كانه بالعالم تاني كوكب تاني تمام فالاسهل ان انا ايه اقيسه بالفينجر بتاعه المريض ان انا بجيب ايد المريض اليمين واحط صابعي عند اللور ايدج واحط صابع المريض ما بين الكوستال مارجن والماس فهقول فيلت مثلا تو فينجرز بلو ذا كوستال مارجنز تمام هيبقى ده اسهل من السنتي لان لو سنتي هيطلب منك يكون معاك حاجه ايه وحده قياس بتقيس بيها يبقى دكتوره ياسمين الايتمز اللي انا بعلق عليها يا جماعه في الليفر بالبيشن عشان انا كاكزام انا حاسبك عليها اول حاجه السايت تمام رقم 2 السايز اللي هو 3 فينجر 3 سنتي او 2 فينجر تمام بعد كده الايدج شارب ايدج ده معناه انه في غالبا سيروز السوفت ايدج بنشوفه مع الليفر كونجيشن والفات ليفر فيرم انكونسيستنسي ماشي مع السيروز السوفت كونسيستنسي مش شبه مع الفاتي ليفر والتعاتي كونجيشن السيرفيس سموز معناه انه ماشي مع الفاتي ليفر مش ماشي مع السيروزس تمام نو تندرنس انا بضغط على السيرفيس زي الايد هنا كده وعيني برده على العين اللي ايه على وش البلسيشن بحسها بالباي مانوال زي ما الدكتوره ياسمين جايبه لنا في الصوره تمام هي السريل زي اللي تحسه بالايبكس تحط ايدك
هتلاقي الايه الرعشه، بتحس طبعا بالايه الهيلث بتاعت الميتاكاربالز هنا. هو نفس القصه بالنسبه للليفر، او تحط ايدك الباسيجز هتلاقيها ايه بتتنفخ. انا كان كومنت هنا ان البروي ده مش مكانه، البروي از ان اوسكالتاتوري فايندنج، ادي عليها كومنت في الاوسكالتيشن زي ما كنا بنتكلم مع الدكتور اسلام المره اللي فاتت. اللي باتو جاجلر ريفلكس بقى على النيك بتاعت المريض، وممكن اعمله في كل حاله زي ما كانت تقول. بس باتو البالسيشن اساسي لازم تديني عليه كومنت. اللي باتو جاجلر مش اساسي وما بنهتمش بيه كتير صراحه، لانه كلينيكال مش سنسيتيف، يعني صعب قوي انك تلاقيه لو مريض عنده اسايتس مش هيديك بوست خالص، تمام؟ ما بنهتمش عليه كتير. لكن هما السبع حاجات اللي احنا عملنا: السايت وصل لغايه فين، السايز، البوردرز، الكونسيستنسي، السيرفيس، التندرنس، والبلسيشن. دول السبع ايتمز اللي انا حاسبك عليهم. رايت لوب وليفت لوب، هنا الكومنت على الليفت لوب انه خلاص نوت فيلد، فانا مش قادر ادي عليه اي كومنت خالص، تمام؟ الدكتور حسن اهوت هيكون معانا لحظه يا جماعه. تمام يا دكتور ياسمين؟ تمام يا دكتور محمد. دكتور حسن سامعني؟ احنا طبعا دي الطريقه الاوردينري اللي استخدمتها الدكتوره ياسمين. لو انا قدرت احس الليفر بالاوردينري ميثود، نو نيد ان انا اعمل اذر ميثود. الاذر ميثودز معموله كحاجه مساعده للايه للبلبيشن اوف ذا ليفر لو انا ما قدرتش اوصل بيه الايه الاوردينري ميثود. تعال نشوف كده، انا مجمع تقريبا الصور اهيت. دي الاوردينري ميثود يا جماعه، ان انا بمشي بايدي اليمين مريحه على بطن المريض، وانا بعمل بالبيشن وانا رايح في اتجاه الكوستال مارجن. ببدا من الرايت الى الفرصه، ويا اما استخدم الراديال سايد بتاع الاندكس، يا اما ممكن استخدم البادز بتاع التيبس بتاع الفينجر، وكل مواجه للكوستال مارجن. المريض بقول له افتح بقك، بص على الشمال، خد نفس عميق. المفروض الليفر بيتحرك لتحت مع الموفمنت اوف ذا دايفرام، فالليفر وهو بينزل بيغبط فين؟ في ايدي. اقدر احدد المكان بتاعه، وانا بتحرك سنه لفوق بحيث ان انا قابل اللي نازل من تحت. لو ما حسيتش ابدا احرك انا ايدي وهي على بطن المريض سنت الايه لقدام لغايه ما اوصل للكوستال مارجن. ولو وصلت ما حسيتش اقول ايه نوت بالبابول، تمام؟ بمشي في الميد كلافيكولار لاين زي ما كانت طول الوقت بتتكلم عشان الرايت لوب، وبمشي في الميد لاين عشان الايه الليفت لوب. دي الاوردينري ميثود ودي الباي مانوال ميثود. لو انا ما حسيتش بدول ابدا استخدم طرق مساعده. ايه الطرق المساعده؟ اللي هو لو الناس بقى اوبيز او السيك ابدومينال وول، بحط ايديا الاثنين جنب بعض واحاول اعمل ديجن في الماسلز اللي هي الهاند باي هاند، او احط الليفت هاند فوق الرايت هاند واضغط بواحده واحس بالثانيه، تمام؟ ما حسيتش بدول ابدا اقلب لطريقه ثانيه اسمها الايه؟ الهوكنج ميثود اللي انتم شايفينها دي. انا بعمل ايدي زي الهوك وبعمل لها انسينيويشن تحت الكوستال مارجن، واقول للمريض خد نفس عميق. الليفر هو نازل هيخبط فين؟ في التبس بتاع الصوب بتاع الايد. لو المريض عنده تنس اسايتس، يعني اكتر من مودرن اسايتس، بحس الليفر بحاجه اسمها ايه ديبنج ميثود. بحط ايدي في الرايت هايبوكوندرم اللي هو زي الايد اللي موجوده في الصوره اللي فوق على الشمال دي، وبحرك حركه من الميتا كارب فارنجيال جوينتس داون سريع. لو الليفر خبط في ايدي ونزل يبقى انا حاسه بالديبنج، وفي هذه الحاله ما بديش كومنت على اي حاجه خالص، لان انا يا دوب حاسه بالديبنج ايه بالديبنج ميثود. تمام يا جماعه؟ واضحه يا دكتوره بسمه؟ واضحه. ممكن سؤال؟ اتفضلي. هو المفروض ان انا احرك ايدي ديورنج الانسبيريشن ولا اكسبيريشن؟ انا بحس مع الانسبيريشن، لانه اثناء الانسبيريشن الليفر بينزل لتحت، تمام؟ تمام. انا طب اسمع، انا بحرك ايدي لفوق مع الاكسبيريشن، لكن ممكن احرك ايدي سنه بسيطه مع اثناء الانسبيريشن عشان اقابل اللي نازل من فوق، فبقرب المسافه. شكرا. وضحت؟ يعني انا حاطط ايدي، المفروض الليفر هو نازل بيخبط فيه، لكن انا ممكن اقرب ايدي سنه فايه فنلتقي في نقطه. ايه سؤال تاني؟ كان في سؤال جه على الشات، بس لحظه كده اشوف السؤال، معلش. يا دكتور الايدج مش نقطه واحده، هو المفروض الايدج مش نقطه، الايدج ده حافه، يعني في مسافه. انت كده كده لو حسيت الليفر ما بتحسوش من تحت في نقطه، بتحسه لانه بوردر، مش يعني مش هيبقى نقطه واحده. عمرك ما هتحس الليفر كنقطه واحده، هتحس الليفر كمساحه، كمسافه على بعضها، تمام؟ في حاجه في ده الكومنت اللي انت مطلوب منك انك تكتبه في مريض لما تيجي تدي كومنت على البالبيشن.
تمام يا جماعه، يا ريت كلنا نعمل ميوت لنفسنا كده ما عدا الدكتوره بسمه والدكتور اسلام والدكتور والدكتوره ياسمين عشان بس الصوت. يبقى دي الايتمز السبعه اللي انت ستحاسب عليهم في الكومنت على البالبيشن، رايت لوب وليفت لوب. تمام يا دكتوره بسمه؟ تمام. دكتوره ياسمين معايا؟ اه معاك يا دكتور. ليفت بروسيد. اتفضلي يا دكتوره ياسمين. هي بس في نقطه كمان في الليفر، يعني ما اقدرش اقول هو هباتو ميجالي ولا لا غير لما ابص على اعمل بركاس للابر بوردر. احنا هي دي بس حبيت هنجيلها في البركاشن بس يعني ايه برضو قلت لو انا دلوقتي انا بتكلم على شيل فما اجي اتكلم هل الليفر انلارجد ولا لا هتروح انت مجاوبني جبت الليفر اسبان ولا ما جبتوش زي ما حضرتك بتقول. لكن لو انا بقول لك بالبيتزا ليفر هتديني كومنت على البالبيشن بالحاجات اللي احنا قلنا عليها دول، عشان كده انت تقول ليفر از بالبابول بلوز كوستال مارجن بكذا بالكريتيريا الفلانيه ما بتقولش ان هو انلارجد. هنتكلم عليها زمان ان شاء الله في لنا في البركشن. ندخل على الاورجنال بعد كده برضه يا جماعه. انا اسف دكتوره ياسمين هوقفك لحظه. احنا يا جماعه على مستوى الاندر جراديوتس اللي ما يعرفش يعمل بالبيشن ليفر والسكرين ما يستاهلش انه ينجح، لان دول الهارتس بتوع الابدومن، دول اهم اثنين اورجنز بالنسبه لنا في الابدومن الليفر والسبرين، فلازم تبقى انت عارف ازاي تعمل لهم الاثنين اكزامينيشن. اتفضلي يا دكتور ياسمين. تاني اورجن هنبلبيت هو الجول بلادر. الجول بلادر البلبيشن بتاعه بلبيشن من الجول بلادر برضو بالرايت بنكزامن برضو بالرايت هاند على الكوستال مارجن كده. المفروض برضو هو بياخد انسبيريشن بنحس يعني بنشوف الجول بلادر. الكومنت بتاعنا هيبقى نوت سنس ونو ماسز ونيجاتيف نيرف ساين. طيب انا بس بذكر يا جماعه ان البرنامج عشان احنا بنستخدم نسخه مجانيه هيفصل بعد دقيقه واحده، فهنعتبرها كانها بريك، واول ما يفصل البرنامج هنخش هنعمل ساين ان تاني عشان نكمل مع بعض الورك شوب بتاعه السكيلز اوف رايتنج لللوكال ابدومينال بالبيشن اند بيركشن. هو الاورجن الثاني اللي هو دايما مرتبط بالليفر اللي هو الجول بلادر. الحقيقه برضو اصدقكم القول انه على مستوى الاندر جراديوتس ما بنركزش عليها. الجول بلادر اتكلم انا في الجول بلادر. حابب لحظه دكتوره ياسمين دخلتي معانا؟ احنا بنرحب بيكم في الجزء الثاني من المحاضره على ما دكتوره ياسمين تخش معانا. دكتور حسن هنستاذنه كان عايز يدي كومنت على الكاركترز اوف احنا قلنا دي الايتمز اللي احنا بنعلق عليها في الليفر. دكتور حسن كان عايز يدي كومنت على الكاركترز اوف بالهارزيا الليفر سيروتيك ليفر اند مالجنانت ليفر. اتفضل يا دكتور حسن. الو اتفضل يا دكتور حسن اتفضل احنا سامعينك حضرتك. يعني لازم نعرف نفرق بين ثلاثه اللي هو بالهارزيا الليفر بيكون فيرم كونسستنسي، سيروتيك ليفر بيكون برضه فيرم كونسستنسي، المالجمنت ليفر هارد كونسستنسي. بالنسبه للليفر لو فيه هباتو سيرال كارسينوما الايدج برضه شاربنس راوندد غالبا في البلارزل وشارب في السيروتيك، والماليجنسي ممكن يكون الريجولار ايدج. فده يعني من ضمن الحاجات اللي احنا اليومين دول مهم جدا ان احنا نعرف كاركتر اوف مالجننت ليفر، لان احنا وي ار ان ذا ايرا اوف اتش سي سي، فلازم الناس تبقى عارفه ازاي تفرق لو في هيباتوميجالي تحت ديه. يا ترى ده بروفيشنالي كده بالهارزل واطمن العيان واصبر على نفسي وادي علاج واعمل اشعه وخلاص، ولا ده مالجننت ليفر مصر لي ان انا اعمل سي تي واتحرك، لان اليوم بيفرق في المالجنسي. تمام محمد. تمام يا فندم. تمام سامعينك. سامعينك. يلا خلي اسمك تخش بقى في الجول بلادر عشان برضه في التكه في الجول بلادر. دكتور ياسمين سامعاني؟ ايوه دكتور محمد مع حضرتك. ياسمين هنعيد الاكزامينيشن اوف ذا جول بلادر. اتفضلي حضرتك. الكومنت على طول يعني نو نوت فيلت نو مسج ونيجاتيف. بس عشان افكر الناس اللي معانا في الجروب
احنا الهدف من النهارده ان انا ازاي السكيلز اوف رايتنج، يعني انا لما اجي كومنت اكتب كومنت على جول بلادر في الابدومينال بالبيشن هكتب ايه. ربنا يتولدني الجول بلادر بالبيشن نوت فيلت نوت بالبل يعني نو ماسز ونيجاتيف ميرفي ساين. طيب دكتور محمد حسين معايا. هاي دكتور عمارة مع حضرتك. محمد حسين ايه رايك في الكومنت اللي كتبته الدكتوره ياسمين؟ هو يعني هو انا بس عايز اسالها الاول سؤال، هي بتحس الجول بلادر ازاي؟ ده سؤال محترم. البيشنت بيبقى سوباين وبحسه برضو بالرايت هاند كده يعني زي الليفر تحت الكوستال مارجن رايت كوستال مارجن، وخليه ياخد في انهي حته بقى تحت الكوستال مارجن؟ لان الكوستال مارجن ده كبير خالص. المفروض عند التب اوف التاسع الكوستال مارجن التاسع. سمعت الدكتور ياسمين عن حاجه اسمها جري تيرنال لاين؟ ايه جري تيرنال لاين؟ جري تيرنال لاين طيب تعرفي هو ده خط يا دكتوره ياسمين بناخده من اتفضل يا حسن. الو يا قالت يا دكتور محمد يعني عشان على ايوه يا دكتور محمد الله ينور. اتفضل 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 يا فندم اتفضل تحت امر حضرتك. يا قالت ساعات هي فعلا جريت تيرنر لاين هي قالت سيرجيكال بوينت سيرجيكال اناتومي بتاع الجول بلادر التيب اوف ذا ماينس كوستال كارتليج رايت ماينس كوستال كارتليج. اشرح لها بقى التيرنر لاين دي عشان هي مش عارفاها برضه. هو لاين بناخده من الانتيرو سيريو الالياك سباين من ناحيه الليفت ونمشي مرورا بالامبلايكس لغايه ما الدكتور حسن زي ما الدكتور حسن بيقول كده لغايه النينس كوستال كارتليج. ده المكان بتاع الجول بلادر، ده المكان اللي حضرتك بتحسيه، يعني ده لاين، اللاين ده بيبقى طالع كانه سهم كده من تحت من الانتيروس بيرو الى الاكس لاين يعدي بالامبلايكس ويوصل لغايه النينس كوستال مارجن. في الاتجاه بتاع السهم ده مع الكوستال مارجن هو المكان بتاع الجول بلادر، تمام. والحاجه الثانيه الاهم من كده طبعا اللي هو الكورفيزير لو، وده مهم جدا بقى في اللي هتقوليه كمان شويه، بس يعني طبعا التعليق بتاعك ممتاز جدا على الجول بلادر. هو احنا بس يهم ان احنا هنا النقطتين يا جماعه بس فكره نو ماسي اتفضل يا دكتور حسن عايز تقول حاجه اتفضل. ايوه انا كنت هتكلم اقول لك ان هي فكره ان في تندرنس ولا لا الحته دي هي غضت النقطتين هي بس يعني الحته. وهي بتحس هي قالت ان نو نوت بالبابل ونو ونو تندرنس اللي هي نيجاتيف ميرفي ساين عشان البين والماس ان هي نوت بالبابل ونو تندرنس. يبقى احنا عايزين بس نفكر الطلبه ان احنا الاكزامينشن اوف ذا جول بلادر هو نفسه الاورديناري ميثود اللي بنستخدمها في الاكزامينشن اوف ذا ليفر سواء بالتيبس اوف ذا فينجرز او بالراديال سايد اوف ذا اندكس وانت في اتجاه الكوستال مارجن بس تارجتنج الاناتوميكال بوزيشن اوف ذا جول بلادر اللي هو التيب اوف ذا مانس كوستال مارجن زي ما الدكتور محمد حسين قال اللي هو التقاء الجري تيرنال لاين بالكوستال مارجن. بتدي كومنت على حاجتين الجول بلادر بالبابل ولا لا وتندر ولا لا بالبابل هتحسها وتدي عليها الكومنت اللي احنا قلنا عليه برضو قبل كده اللي هي السايد والسايز والشيب والموبيلتي فروم وان سايد تو سايد والكونسيستنسي والسيرفيس بتاعها ولو ما حسيتهاش او حسيتها هتعمل عليها الميرفي سايد هتحط ايدك عند النانس كوستال كارتليج اللي الدكتور محمد حسين كان بيتكلم عليها كل ما تاخد نفس عميق من بقك وهو بياخد ديب انسبيريشن انت بتضغط بالتيبس اوف ذا فينجرز عشان تقرب البرايات البرتونيه من الجول بلادر لو المريض قال او هولد اوف هيز بريس او اتالم او امتعض معناه ان الميرفي ساين بوزيتيف واتس ا سنسيتيف تيست للجول بلادر. تمام تحب حضرتك تضيف حاجه يا دكتور حسن؟ ايوه يعني مهم جدا ان انا اعرف زي ما حضرتك قلت تندر ولا لا و تندرنس في البنت دي يعني انا النهارده هي كل الحكايه ان ده تروما في الرايت سايد شالت انبوبه بوتاجاز ثقيله على الجنب اليمين هي جايه تقول لي انا عندي المراره فيعني لازم نبقى عارفين ان التندرنس احترم جدا الرايت هايبوكوندرال ان وجود المراره يكون في كوسيل او بايوسيل
او كولوسيستايتس عاديه خالص، او ان مش لازم بالذات لو ما عندكش سونار ما تقولش المره الا اذا عملت التراساون بعد الكلينيكال اكزامينيشن. يعني ده يعني من البراكتس، البراكتس ان مش كل كندر في الرايت هايبوكوندريام لازم اقول العيان ده عنده ايه كولوسيستايتس. طيب يعني دكتور حسن فيما يخص الشيت، لو الطالب بيكتب شيت حضرتك هتسمعه منه، يكفي انه عجول بلادر يدي كومنت انها نوت بالبابل ونيجاتيف ميرف ساين، مش محتاج منه اي تفاصيل ثانيه. كتر خيره على كده بالنسبه للاندر جرادويت، كتر خيره. ممتاز قوي. قبل ما نموف للاورجن اللي بعد كده، دكتور محمد حسين كان عايز يتكلم عن الكولبوازيلو، يعني هو بره السكوب بتاع المحاضره، لكن ندي للطلبه فكره عنه لان احنا بنسال دي كمان بالشغل. اتفضل دكتور محمد. انا كنت بسال بس دكتوره ياسمين الـ كان ايه الكورفازيرلو ده؟ يعني ده سمعتي عنه قبل كده؟ ده الانلارجد فالبابل جول بلادر في دين الجوندس، انلايكلي بتبقى نتيجه كوليستيزيس يعني جولستونز، عشان هي الكرونيك انفلاميشن والفايبروزيس ده غالبا هيخلي ما بتخليش الجول بلادر تكبر غالبا. يعني فالبابل جول بلادر ايكوال ايه يعني في جمله واحده عشان بس الطلبه؟ مالجنت هيد كانسر في البنكرياس او بيليري تراك كانسر. مالجنت. تمام. طيب ليتس موف اون، نكمل. احنا دلوقتي بنتكلم على الايتمز اوف بالبيشن، اتكلمنا على الليفر، اتكلمنا على الجول بلادر. هندي الدكتوره ياسمين، اتفضلي يا دكتوره ياسمين. هنبدأ تالت أورجان معانا السبلين. السبلين بنبدأ البالبيشن بتاعته من الرايت إلياك فوسة. أنا الوقت محمد احنا بس ألو فضلك محمد. أيوة كنا نكمل بس الأول الكلام ولا ما بتبقاش بالببول؟ ما بتبقاش بالببول بقى في حالات الكرونيك كوليسيستايتس عشان فايبروز بيحصل فيها، بس القاعدة دي زي ما حضرتك عارفة ليها فالسيز شوية، ليها اكسبشن. ايه هما بقى؟ يعني انا ممكن احس جول بلادر ويبقى العيان عنده كل يعني تكون كوليسيستايتس. ده كان في المريزي سندروم. تمام برافو. ولو في ستون برضو في السيستيك دكت دبل امباكت. تمام. والعكس ممكن يحصل، ان انا مثلا ما احسش تبقى مالجنانت جول بلادر وما احسش الجول بلادر خالص لو هي انتر هيباتيك او بري هيباتيك تحت الليفر ذات نفسه، ومش مش 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 حاسس، او كونجنتالي ابسنت جول بلادر لو هي كان قبل كده المالجنانت ده حصل اون توب اوف كوليسيستايتس. يعني بالظبط. لو هو عنده كرونيكالي انفليمد جول بلادر اصلا من الاول مش هتكبر. ماشي تمام. شكرا دكتور. شكرا دكتور محمد. الطلبه احنا بنسال السؤال ده بتاع كولبازيلو، عشان كده دكتور محمد حسين اصر يتكلم فيه، احنا بنسال فيه في الشغل والحقيقه، وحاجه مهمه جدا. بالنسبه بقى للسبلين، اتفضلي يا دكتور ياسمين ادينا الكومنت لحضرتك اللي هتيه على المريض قبل ما نتكلم على الميزو اكزامينيشن. تمام. السبلين از انلارجد داونورد اند ميديالي 5 سنتيمتر بلو كوستال مارجن، او ممكن نقولها بقى 3 فينجر راوندد ايدج. Firm inconsistency, smooth surface, with no tenderness, with no chill. طيب دكتور حسن حضرتك سامعني؟ الو؟ ايوه يا دكتور محمد. دكتور حسن الو؟ ايوه دكتور حسن، سامعين حضرتك؟ معاك يا حبيبي. حضرتك دكتور ياسمين بتقرا عليك الشيت وقالت لك الكومنت اللي قدامنا على الشاشه ده على السبلين. هل ده يعني you are happy or satisfied with this comment of this patient's spleen؟ هو يعني برضه الدكتورة ياسمين أوجزت واتكلمت بسرعة، قد تحن يعني احنا مش عاوزين نظام الامتحان، احنا عايزين نقول الناس اللي دكتور حسن صوتك بيقطع شوية. بالنسبه للسبلين هي انا دي كومنت معقول، بس خلات يعني سمين تتكلم بالراحه شويه عشان الطلب ما احنا الاسلايد فهم بيقروا الكومنت. الطالب لسه مش عارف ايه هو السبلين اصلا. ماشي. اللارج داون وورد يرو
downward, forward, and medially. تمام؟ downward, forward, and medially. 5 سنتيمترز بلو ده لو هو الطالب يعني ايه هيقعد بقى يدور 5 سم اغسهم ازاي واعرفهم ازاي. 3 فينجرز باي ذا بيتش. فينجر باي ذا بيتش. باي ذا بيتش انت فينجر علشان هو ما يتلخبطش لان واحد الفيميل صابعها رفيعه الميل صابعه كبيره فايه عشان يبقى حدد الساس بالظبط بسم الله ينور. ماشي سموث سيرفيس قلت سموث انا مش شايف الشاشه على فكره. طب دكتور ياسمين ممكن تقرا الكومنت لحضرتك اتفضلي يا دكتور ياسمين. اقرا ثاني يا ياسمين عشان مش حاضر. السبلين از انلارجد spleen is enlarged downward and medially 5 cm below costal margin rounded edge firm in consistency smooth surface no tenderness with notch is fit. Notch is felt notch what is يعني انت طيب لما نقول النوتش از فيل ده يعني ايه بالنسبه لك كلينيكال يا دكتور ياسمين؟ ده شور ساين ان ده سلين وان مفيش مالجنسي ولا اكيد. ايوه وان مفيش مالجنسي يمكن تلاقيها في الانتجلي وممكن عشان اللارج و5 سم كل حاجه وممكن يبقى لينفوم صح؟ ايوه لان هو مالجنسي بصوا دومينيك البهاز بصوا مونيكل بالهارزل سبلين صح؟ صح تمام دكتور حسن. The notch of the spleen is بصوا نمونيك I am dealing with the هارزل سبلين. عايزين بقى نعرف الناس ازاي نحس النوتش اوف ذا سبلين يكون فين النوتش اوف ذا سبلين يا سبلين؟ يعني احنا خلاص حسينا السبلين بنيجي كده يعني بنفلت البوردر على البوردر ولا على البوردر ولا لا على الانتيريور على الانتيريور مش الانتيريور اللي هو ناحيه الرايت رايت بوردر بنفلت السبلين كده لحد ما نوصل للنوتش. هو السبلين ما فيش فيه بوردر يا دكتور ياسمين. الايدج الايدج تمام يعني هو السبلين عباره عن سيرفيسز فبنحسه في الانتيريور سيرفيس وبيبقى في اتجاه اللور بول اكتر وبنمشي احنا على الابر سيرفيس او الابر بول بتاع زي ما انت بتتكلم لغايه ما تحس انك وقعتي في نقره او زي حفره صغيره موجوده دي. مفيش شارب بوردر في السبلين يا جماعه. نو شارب بوردرز لان السبلين اصلا مفيش فيه بوردرز ومفيش شارب تمام. فدي حاجه مهمه جدا. السبلين عباره عن سيرفيسز اند بولز لكن مفيش فيه بوردرز عشان كده مفيش حاجه اسمها شارب بوردر في السبلين. دكتور حسن حضرتك سامعني؟ دكتور محمد حسين ايوه سامع حضرتك عشان كده انا قلت لها قول بقى اكشف النكش في ايه. هما برضو نفس السبع نقط اللي كنا بنتكلم عليهم في الليفر اللي هو السايد والسايز. طبعا السايد غالبا في الليفت هايبوكوندريم الدايركشن اللي دكتور حسن قالوا عليه فورورد داونورد فورورد اند ميديالي يعني عشان كده ايه بيبقى تحت الابدونال وول على طول تمام. وبعد كده بنقيسه بالفينجرز الليفت تجيب الايد المريض الشمال وتحطها تحت الكوستال مارجن يعني بتقيس بيه البيشنت اون فينجر وبتتكلم على السيرفيس بتاعته وعلى التندرنس وهل هو بيدنج ولا مش بيدنج وتندر ولا مش تندر وانت تبص على وش المريض. والنوتش ده حاجه مهمه جدا على اساس ان هو بيديك ايه فول كومنت على ال 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 النوتش بيبقى بس جنومك زي ما كان دكتور حسن بيتكلم من شويه. طيب القصه بقى ايه الديفرنت مانوفرز اللي انت بتستخدمها للبلبيشن اوف سبلين تمام. دكتور حسن هعرض بس الصور دي بعد اذن حضرتك. ده الصوره اللي على الشمال دي الطريقه الكلاسيك ميثود ان انا ببدا لانه موست اتفضل يا حبيبي تايبس اوف سبلين. السبلين بيكبر في هذا الاتجاه زي ما كان دكتور ياسمين بيتكلم داونورد فورورد اند ميديالي عشان في ليجامنت بيقلبه لما يكبر في هذا الاتجاه. لكن ما تنساش برضو ان السبلين لو كبر بسرعه ممكن يمشي على طول داونورد في اتجاه ليفت ايليك فوسا. فبنبدا من رايت ايليك فوسا بنفس القواعد ايدي مريحه على بطن المريض سواء هستخدم الراديال سايد اوف ذا اندكس او الباتس بتاع التيبس اوف ذا فينجر في اتجاه الكوستال ايه الكوستال مارجن وانا عيني في عين الايه المريض وبحس مع الانسبريشن بقول المريض خد نفس عميق من الفم. الباي مانوال اكزامينشن لو انا قدرت اجيب الداتا دي بالطريقه العاديه
اللي هي الاوردينري كان به. مفيش ابدا استخدم طرق اخرى زي الباي مانوال. باي مانوال الايدي على الليفت كوستال مارجن وايدي اللي على البطن زي ما هي، وبقرب ايدي الشمال من ايدي اليمين ناحيه اسقط السبلين لتحت. تمام. ممكن اعمل اللاترال الباي مانوال والمريض في الرايت لاترال بوزيشن، وانا شخصيا بحب ده احسن بوزيشن تجيب فيه السبلين. انا ده وجهه نظري والماي براكتس. المريض يبقى نايم على جنبه الشمال اليمين، السبلين بيسقط لتحت، كمان ضغطه من ورا بتقرب منك السبلين وتقدر تحس لو المريض ياخد ديب انسبيريشن يفتح بقه وياخد نفس عميق. لو الطرق دي فشلت ابدا استخدم الايه الهاند اوفر هاند او الهاند بسايد هاند. مفيش، هلف على جنبه الشمال واعمل الهوكينج زي ما كنت بعمل في الليبر. لو المريض عنده تنس اسايتس الديبنج ميثود، وفي هذه الحاله ما بديش اي كومنت على الايه على الليبر. دكتور حاتم حضرتك تحب تضيف حاجه على الميثودز اوف بالبيشن اوف ذا سبلين؟ لان السبلين من الحاجات المهمه قوي. لا انا دكتور محمد معايا. اه مع حضرتك يا دكتور. تحب تضيف حاجه يا دكتور محمد على الميثودز اوف بالبيشن اوف سبلين؟ لا هو تمام، بس انا كان في حاجه في التعليق بس بالضبط. الكومنت بتاع الدكتور ياسمين هو يعني 5 سم ده معناه ان صباعين يا دوب تحت الكوستال مارجن، فمتهيالي ده صعب جدا ان يتحس في نوتش يعني سبلين بهذا الحجم. بايد ياسمين هيبقوا 3 صوابع يا جماعه، 70 دول بصبع كده. طيب خلاص حاضر. صح كده. صح كده يا دكتور محمد. هو طبعا هيبقى صعب، ممكن تكون هي عملت في الباي مانوال في البوزيشن ده زي ما انا بقول لحضرتك، فتقدر تحس برضه. دكتوره ياسمين جابته اكتر، جابته اكتر بقى لها سنتين معانا في الاسم، فطبعا مع البراكتس الاكسبيرينس بتزيد يا دكتور محمد. يا جماعه انا بقول الزملاء انا بس يا دكتور محمد قبل ما نسيب الحديه عاوزين نعرف الطلبه يعني ايه هيوز يا دكتور محمد. ايوه سامعك اتفضل. عاوزين نعرفهم يعني ايه هيوج سبلين. يعني ايه هيوج سبلين؟ يعني اللارج داون ذا الامبلايكس. انت حضرتك بتغششهم اسئله الامتحان. في كاركتر او في ومال يا باشا، ما هو اولادنا ولازم نغششهم. امال ايه؟ اتفضل حضرتك. يعني ايه هيوج سبلين واسباب الهيوج سبلين اوميجا؟ قول لي يا ياسمين بقى انت عشان انت عارفها بتسعه. تمام. الهيوج سبلين اوميجا لي ده، ايوه ايوه دكتور، الهيوج سبلين اوميجا لي ده اللي هو عدى الامبلايكس او 10 سم بلو الكوستال مارجن، اللي هم الخمس صوابع يعني. خمس صوابع. اسبابه بالهارزيا السبلين اوميجا لي الكلا ازار الكرونيك مالاريا اللي هي التروبيك السبلين اوميجا لي سندروم. كده يبقوا ثلاثة في البارة. تمام، ثلاث أسباب هم درسوهم في البارة، بالهارسل الكورونيك مالاريا والكلا أزار ديزيز. ثلاثة في البارة سيكولوجي. الثلاسيميا البيتا ثلاسيميا ميجور والبوليسياسيميا روفيرا والكرونيك مايلويد لوكيميا، وبكده ثلاثة في البلاد. كده ثلاث اسباب في البلاد، ثلاث اسباب كده عشان نسهل نحفظ عليهم. تمام. والمايلو فايبروزس والسبلينيك لمفوما والمايلو فايبروزس. والسبلينيك لمفوما والمايلو بروليفرز ديس اوردرز. ماشي. والبوليسيستيك سبلين ممكن يكون فيه بوليسيستيك ديزيز والسبلين واحد منهم. المقولة تقريبا 9 اسباب للهيوج سبلين اوميجالي، وده سبب الدكتور محمد. سؤال الدكتور محمد عماره من بيحطه في الكومنت، بيحط الاكزامينشن الشفا وبتاعه كوزز اوف هيوج سبلين اوميجالي. هو سؤال سهل وبراكتس، لان احنا برضه احنا يهمنا ان احنا زي ما قلنا بنتكلم يا جماعه، احنا بنعلم للبراكتس مش للامتحان بس، الامتحان مهم كل حاجه. اتعلم للبراكتس، وده فعلا سؤال كومن قوي بنساله، واساتذتنا اللي بنستضيفهم او بيشرفونا في الامتحان بيحبوا يسالوا السؤال ده. وانا ليا علاقه هنا، لو لقيت هيوج سبلين اوميجالي ولقيت كوستال مارجن نارو او لسه مش اكيوت كوستال مارجن، يبقى لازم تتوقع على طول ان انت يو ار ديلينج ويز مالجنانت سبلين، ما خدش الوقت الكافي انه يخلي وايد ساب كوستال. ده مهم حته تكه كلينيكال يعني.
تمام. ده بشيء يذكر بقى عشان اساتذتنا من طنطا بييجوا يسالوا يا جماعه السب كوستال انجل عشان تبقى ارتيوز محتاجه كرونيك انكريز في الانترا ابدومينال بريشر لمده سنتين. وزي ما تقول حسن قال لك كده, لما تلاقي السب كوستال انجل نارو والسبلين هيوج معناه انه ما عداش على المريض الايه الفتره الطويله ديت, وبناء عليه تبدا تفكر في حاجه بتكبره بسرعه اللي هو الايه المالجنسي. طيب دكتوره بسمه معانا؟ ايوه حضرتك معايا. دكتوره بسمه ليك اي كومنت على الجزء بتاع الاكزاميشن السبلين؟ السبلين من اهم الحاجات اللي بنسال فيها في الامتحان ده حقيقه. السبلين والليفر بالنسبه لنا هم تقريبا الكورنر ستونز بتوع الابدومينال, بتوع الابدومينال شيب. واللي ما يعرفش يعمل اكزاميشن كويس ليهم الاثنين ما يستاهلش يبقى فيزيشن صراحه. معلش حضرتك انا ما كنتش سامع, بس ايه الباثوجنوميك ساين فور بالهاريزيا السبلين؟ النوتش. اوكي ماشي. ان الاقيها يعني؟ لما تلاقيها دي تبقى موستلي يو ار ديلينج ويز بالهاريزيا. لا دكتور حسن سامعني؟ يا باشا اتفضل. صوتك راح حضرتك, اتفضل. كنت عايز حضرتك يا دكتور, كنت عايز تقول حاجه يا دكتور حسن؟ اتفضل. سامعك يا حبيبي والله. طيب ايه تاني؟ ايه تاني سامعينك دكتور حسن؟ دكتوره بسمه ايه تاني تحب تستوضحيه؟ لا شكرا, كلام واضح جميل. يا جماعه اللي عنده اي سؤال يبعته على الشات واحنا هنناقشه مع بعض. في سؤال جه على الشات اهوت قبل ما ننتقل للنقطه اللي بعديها. النتش بيبقى على الميديال بوردر يا دكتور, بلاقي الاسبلين مفيش فيه بوردرز واضحه يا جماعه, في سيرفيس. الاسبلين مفيش فيه بوردرز, ما هو زي الليفر بوردر شارب بوردر, لا الاسبلين مفيش فيه بوردر. الاسبلين عباره عن سيرفيس, فبتحسه على الانترو, على الانترو ميديال سيرفيس, لكن الاسبلين مفيش فيه بوردر, عشان كده ما بنقولش فيه شارب بوردر خالص. النقطه دي مهمه قوي قوي قوي, يا ريت يا ريت نركز فيها مع بعض. الاسبلين مفيش فيه بوردر, سيرفيس. طيب ليتس موف اون. دكتور ياسمين اتفضلي. الاورجان اللي بعد كده الكيدني. الكيدني نوت فيلت باي مانوال بالبيشن. ايه الباي مانوال بالبيشن ده بحط الليفت هاند في الباك بتاع البيشنت تحت اللاست ريب كده, والرايت هاند بتبقى انتيريور وبضغط بيها. ده للليفت كيدني ولا رايت كيدني؟ ده للليفت. تمام. والرايت كيدني نفس الكلام, بحط الليفت برضو تحت والرايت العكس. دكتور حسن سامعني؟ الو ايوه دكتور حسن اتفضل. سامعك يا حبيبي. ايوه سامعك. كنت بتقولها وانت بتحس الرايت كيدني ايديك اليمين فين والشمال فين, اللي هو البلوتمنت تكنيك. هو حضرتك لو بصينا دلوقتي على الشاشه في صوره موضحه اهوت الاكزاميشن للرايت كيدني, حد شايفها معانا دكتور حسن؟ شايفها يا اللي هي دي. وانا بعمل بالبيشن للرايت كيدني ايدي الشمال في الرينال انجل وايدي اليمين على البطن. لما بعمل اكزامينيشن الاذر سايد برضو ما زال ايدي اليمين على بطن المريض وايدي الشمال في الليفت رينال انجل. سامعني حضرتك دكتور حسن؟ تمام. ايوه سامعك يا دكتور محمد. صعب الشغل بس انا سامع. طيب هل لك حضرتك ده الكومنت اللي الدكتوره ياسمين كتبته في الشيت, كاتبه الكيدني نوت فيلت باي مانوال اكزامينيشن. حضرتك لك كومنت على اللي هيتكتب في الشيت؟ يعني هل الكتابه دي تكفي ولا ناقصه ولا زياده؟ لا ناقصه. لا ناقصه طبعا. ايه الناقص فيه؟ ناقصه طبعا ان زياده الهاند كان انسينويت بتوين ذا كوستال مارجن اند لو في رينال سويلنج ولا لا, موفابل وذ ريسبيريشن ولا لا, عشان افرق بين السبلينك سويلنج والرينال سويلنج. ما احنا الكلام ده لو احنا حاسين ماس, لكن احنا النهارده بنتكلم نو فيلد, يعني هي مش حاسه ماس اصلا, وبناء عليه الحاجات دي ربما يعني يجي لذهن الطالب ان ما فيش ماس, فانا الحاجات دي مش هدي عليها كومنت لان انا مش حاسس ماس اصلا. ماشي, احنا بنتكلم على اوف نورمال كيدني, بنتكلم على البالبيشن اوف نورمال كيدني. سامعني يا دكتور محمد؟ سامعك يا فندم, بس الصوت بيروح ويجي. اتفضل يا حضرتك.
ماشي خلاص، وانت يهمك جدا زي ما انت دايما ماشي بالترتيب. تمام. السايت اوف ذا كيدني فين؟ السايت، السايز، السايز تندر ولا مش تندر؟ كده يعني لازم تعمل يعني كومنت على نفس وانت ماشي على نفس المنوال بالظبط. يعني لو احنا حسيناها هنرد عليها كومنت، لكن بدل ما احنا مش حسينا هنقول ذا كيدني از نوت. خلاص. طيب دكتور محمد حسين معايا؟ يا دكتور عمر تحب تدي كومنت على البالبيشن اوف ذا كيدني يا دكتور محمد؟ لا ممتاز كده كافي خالص كويس. احنا طبعا عشان هي ما طلعتش ما فيهاش بوزيتيف فايندينج فخلاص يعني مش هتعلق بقى، بس هي لو كان في حاجه بقى حتى ماس ولا حاجه زي كده هتعلق عليها كتعليق على اي ماس في الدنيا دي بالظبط، السيرفيس بتاعها والكونسستنسي والحاجات دي بالظبط. هو نفس الكومنت يا جماعه هينطبق على كل الاوريجينال في الساعه، هو الباي مانوال بيكريتو ان انا بحط ايديا زي ما انتم شايفين كده وبقربهم من بعض وانا بضغط جامد، بس بضغط بحنيه برضه عشان ما يعني ما اتضايقش المريض، والمريض بياخد ديب انسبيريشن، الكيدني ممكن احسها تحت ايدي واعمل لها رولنج وابدا عليها ادي عليها الكومنت زي ما احنا كنا بنتكلم من شويه. اتفضلي يا دكتوره ياسمين. بقى الاورجان اللي بعد كده الكولون نوت بالبوبل برضه باي رولنج ميثود. هو في اذر ميثود؟ ما ياسمين وانت بتتكلم على الكولون يا ياسمين هتقولي بقى ان المس بقى. الو دكتور حسن سامعني؟ انا الصوت راح يا دكتور حسن، حضرتك بتعيش ما سمعناش حضرتك. دكتور حسن حسن سامعني؟ دكتور حسن سامعني حضرتك؟ صعب جدا يعني. دكتور محمد حسين سامعني؟ ايوه سامع حضرتك دكتور عمر. ايه رايك في الكومنت اللي الدكتوره ياسمين كتبته على البالبيشن اوف ذا كولون؟ لا هو بس في سؤال، هو انت بتحسي الكولون كله؟ يعني انت تقدري تعملي بالبيشن للكولون كله؟ دكتوره ياسمين هو احنا ايوه دكتور محمد هو احنا بنحسه بالرولنج ميثود على الليفت سايد والرايت سايد مش بنعمله كله يعني. هو بصي دكتوره ياسمين زي ما انت عارفه هو البلف الكولون السيجمويد يعني هو اللي بيتحس والسيكم هما دول اكتر مكانين ممكن يتحسوا، لكن اتوقع ان باقي الكولون صعب ان هو يتحس غير لو في مشكله يعني كبيره. بس لكن طبعا الكلام مظبوط. هو طبعا شكرا دكتوره ياسمين. هو الطريقه اللي احنا بنقيس بيها الكولون يا جماعه دكتوره بسمه سامعاني؟ ايوه مع حضرتك دكتوره بسمه. احنا بنحس الكولون برولينج بالتيبس بتاعت الفينجرز بتاعتي، وزي ما تقول محمد حسين بيتكلم الليف ورايت اليك فوسا اللي هو ريت سيجمويد كولون، خاصه لما يبقى لودد بالستول اقدر احسه بيتحرك فروم وان سايد تو سايد لانه عامل زي سبع السجوق كده ما اقدرش احركه فوق وتحت، بحركه يمين وشمال. والسيكم لما يبقى فيه ماس او اقدر احسه. اذر بارت اوف ذا كولون بتبقى صعبه قوي الا لو هي يعني فيها باثولوجي كبير جدا. يعني احنا برضو عشان على المطار اندر جرادويت الحقيقه ما بنركزش كتير على الكولون، بس تديني فكره انك عارف الطريقه انك تقدر تعمل بيها، خاصه لو المريض عنده حاجه باثولوجي ما ينفعش تعدي عليه. شكرا حضرتك. اتفضلي يا دكتوره بس. انا كنت قريت قبل كده ان اصلا السيجمويد اللي هو السيكا ممكن احسه حتى لو ما فيش ماس لو المريض اللي هو نورمال بيشنت يعني لو عنده كرونيك كونستريشن. يا دكتور لو في كرونيك كونستريشن والكولود لودد ممكن نحس الكولون كويس. يعني هو مش تبع الاورجانز نورمالي فيت في البيشنت الطبيعي؟ لا موجوده في الكتب ان هو الكولون اللي هي الاورجان تو بي بالبيت مش نورمالي فيت اورجانز تو بي بالبيت منها الكولون الاجزاء اللي لازم نحسها او ندور عليها بالبالبيشن منها الكولون.
طبعا ده كان يعني ده مهم جدا كلينيكال. لو انت في حته ما فتحهاش هي بقى يا دكتوره بسمه، ممكن اسال دكتور عمر؟ دكتور حسن وبعدين في صحراء ديت وعامل جليله وعنده مشكله في كل البروتو ليش الكل بتقدر. طبعا دكتور محمد اتفضل. هو يعني فكره دكتور حسن يا جماعه ان هحس السيكم لما يبقى المريض طبعا حده رفيع ويبقى فيه لودد في المريض اللي عنده كرونيك كونستيبيشن، ممكن يبقى فيه فلويد او ريتين في المطر ممكن احسه. اتفضل دكتور محمد حسين. هو بس تعليقا على كلام دكتوره بسمه، هو في اورجنز فعلا كان بي بالبابل نورمال زي اليوترس مثلا في البريجننت فيميل، زي الرينا بلادر فول يورينا بلادر ممكن تتحس، البلف الكولون طبعا لو لودد زي ما حضرتك كنت بتقول يا دكتور مرام من شويه، في الشيلدر ممكن اللور بوردر بتاعه الليفر ممكن تتحس، الريدلز وفي الادلت وكمان الريدلز لوب من ضمن الحاجات النورمال تتحس، واللور بوردر بتاع الرايت كيدني لان الكيدني مسروقه شويه في الليفر لتحت، وممكن احس اللامبر فيرتيبلي في واحده او ضيع، ممكن احس اللامبر فيرتيبل ال 3 بالذات لو المريض رفيع، وطبعا الاورطة في السين انديفيدوالز اللي هم مش موجودين في مصر. تمام يا دكتوره بسمه. تمام حضرتك. تمام طيب ليتس موف اون. اتفضلي يا دكتوره ياسمين. الاورجن اللي بعد كده الاورطة. عرفت بقى ان احنا في مصر؟ ما حسيتهوش طبعا. هو الاورطة من الحاجات اللي انت مهم قوي انك تدور عليها، خاصه في الناس الهاي ريسك اللي هم الكارديوفاسكولار هاي ريسك. يا جماعه انت مش معنى انك بتمتحن في جاسترونترولوجي انك الجسم عباره عن اورجنز متصله ببعضها، ما هوش صندوق فاكهه بيتشال منه تفاحه والقصه تنتهي. الهاي ريسك في الكارديوفاسكولار سيستم هي برضو هاي ريسك في الابدومينال، يعني الاولد ايج، الهايبرتنشن، الدايابيتس، الاثيروسكلروزس، الحاجات دي كلها ممكن يحصل معاها اورتيك انيوريزم اورتيك ديسبشن انيوريزم. وانا في عندي مريض كنت بتكلم في قضيه الابدومينال بين، عندي مريض ديسبكتنج اورتيك انيوريزم واخد من الاورتيك ارش لما لغايه الفيمورال، وكان البريزنتيشن بتاعه ابدومينال بين. تمام، فما ننساش ايه الاكزامينشن اوف الاورتا، بنحسه طبعا فوق الامبلايكر زي ما انتم شايفين في الصوره. هو الاور طبعا نورمالي في الميد لاين اند ليتل بيت تو ذا ليفت بالبلبيشن اللي انا بشوفه دهوت عشان اشوف الدايركشن اوف بالسيشن جاي منين. دكتور حسن حضرتك سامعني؟ يا باشا سامعك تمام. من ضمن سو امبورتنت ان انا احس الاور والبلبيشن بتاعه بالذات اللي دول الاورتك انوريزم موجود فكره موجود طبعا. دكتور محمد حسين موجود اللي انا بس كنت عايز بس يعني هنقول لهم حاجه كده لزمايلنا الاصغر مننا، ان هو طبعا ده تيتشنج يعني حاجه تدريسيه، فعشان كده بناخد كل حاجه دكتوره ياسمين بتاخد كل حاجه وتشرحها لكم تقول لكم تفصيليا ان هي حسيتها او ما حسيتهاش، لكن مفيش في الامتحان حاجه زي كده. ما تقعدش بقى تقول ما حسيتش الكولون وما حسيتش الاورطه وما حسيتش الفيرتبرا وما حسيتش يعني انا ماليش دعوه بكل الكلام ده، انت بتطلع البوزيتيف بس بتقول بتقول البوزيتيف داتا اللي موجود بالظبط. ايوه فندم زي ما حضرتك علمتنا يعني. بتقول البوزيتيف داتا اللي موجود بس عشان بس الليفل فيسبيلي لازم يدي عليهم كومنت، حتى لو ما لقاش عليهم دكتور حسن دول بالنسبه لنا مهمين قوي. يعني حضرتك بتتكلم على شيت هيقول لك الليفر نوت بالبابل السبلين نوت بالبابل. ايوه ما هو هو الجاسترو ده ما احنا مش هنحط له حاله نوت بالبابل يا دكتور. اما نيجي نحط له حاله هنحط له حاله فيها مش هنحط له حاله نورمال عمرنا. صح ولا ايه؟ يعني انت هتختار لهم حاله فيها ليفر وفيها سبلين كويس. ان شاء الله. اتفضلي يا دكتور ياسمين. الاورجان اللي بعد كده اليورينري بلادر، ودي بشوفها من يعني هشوفها من 3 دايركشن، هشوفها من فوق من تحت من الاول الامبلايكر كده لحد تحت، وهشوفها برده من الجنب لحد بالتب او بالراديال، هشوفها لحد ما اوصل ليها. هي غالبا بتبقى فلت لو في يورين ريتينشن او فول يورينري بلادر. او المريض قرفان يروح الحمام بتاع المستشفى. ممكن
طبعا ما هتبقى فول يورينال بلاد. في مرضى فعلا يعني ممكن يمسك نفسه فتره طويله وتلاقي اليورينال بلاد الفول، وانت عشان تبقى كونفيوزد لو انت ما عندكش سونار زي ما كان طول حسن بيتكلم، تدخل المريض يروح الحمام ويرجع تاني هتلاقي الدنيا اختفت خالص. انا بس عايز اقول انه البرنامج هيفصل بعد دقيقه واحده، فلو فصل هنطلع ونخش تاني. دكتور حسن، دكتور محمد، تحب تضيفوا اي كومنت على البالبيشن اوف يورينال بلادر؟ لا تمام. طيب ده قبل علم البرنامج يقفل، ده مودل امتحان محمد حسين معانا. مع حضرتك يا دكتور. طيب احنا بنرحب بيكم تاني بعد ما رجعنا للاستكمال. ده يا جماعه موديل من امتحان الاوسكي، تمام. اهو دي الايتيمز اللي انا بحاسبك عليها، لازم تقدم نفسك وللمريض وتاخد كونسنت وتشرح له المانوفر وتتعامل معاه برفق وبصوره يعني محترمه لائقه، وبتعمل اكسبوجر. دول ايتيمز معينه في امتحان الاوسكي غير امتحان الشيت. انا الدكتور بيجي بتاعك بالشيت بكون انت خلاص كتبت الشيت، فما بشفكش وانت بتعمل الكلام ده. عشان كده احنا عملنا امتحان الاوسكي، انا بقى اوبزرفنج يو، شايفك وانت بتشتغل. والبالبيشن سوبرفيشال قلنا بيجيب بثلاث حاجات، التندرنس ريجيتي او جاردنج وهنا ابدومينال ماس، والديب بالبيشن بتركز على الليبر والسبرين والكيدني اللي هي البرانكيماتس اورجانز، وبتديني كمان كومبليت الجول بلادر واليورا بلادر والاورتا والايه والكول. بتكتب الحاجات الخصوصيه زي ما احنا اتكلمنا من شويه، لكن في امتحان الاوسكي انا بشوفك وانت بتعمل المانوفر، فعرفني ان انا بدور على كذا من الاتوش، بدور على السبلين بكذا من الاتوش، وعندك اذر ميثودز بتبدا تشتغل بيها عشان تجيب الايه الفايندنج. احنا كده بنكون يعني الجزء بتاع البالبيشن بنتمنى نكون احنا غطيناه. هل حد يحب يستوقفنا عن اي حاجه في البالبيشن قبل ما نموف على البركشن؟ دكتوره بسمه، دكتوره بسمه سامعاني؟ دكتور حسن حضرتك دخلت معانا ولا لسه؟ انا دخلت الثاني، انا كنت خرجت عند اليورينر بلادر. احنا خلصنا كده الجزء بتاع البالبيشن وهنموف للبركشن. حضرتك تحب تضيف حاجه قبل ما نموف على البركشن؟ نعم. بقول لحضرتك محتاج انت تضيف اي حاجه قبل ما نخش على الجزء بتاع البركشن؟ انت خلصت البركشن؟ لا انت هتموف على البركشن دلوقتي يا دكتور محمد؟ انا عادي على البركشن. نعم. انا معلش مش سامع حضرتك، او الصوت صعب شويه. هنتكلم على البركشن حسن. البركشن ماشي ماشي خلاص توكل على الله. ماشي بروسيد يا جماعه. دي قواعد طبعا انتم عارفينها من البركشن، هي نفس القواعد بتاع البركشن في اي حاجه في الدنيا، في الشيست او عندنا. الموفمنت بتكون من الحركه، بتكون من الريست، تمام. البركاست فينجرز لازم يكون بارلل للسيرفس اللي انت رايح له، ويكون مريح خالص على بطن المريض. والصابع اللي بيخبط بيبقى ايه؟ بيبقى بيربندكولار، وبخبط وبشيله على طول ايميديتلي، ما بسيبوش عشان ما يعملش ترانسميشن للفايبريشن ويفز. وببدا البركاشن از ان ارت اوف كومباريزون، لازم اقارن، فلازم ابدا بحاجه ريزونانت عشان الحظ التغيير اللي موجود. ما ينفعش ابدا من ضل عشان الاقي ضل، ما انا مش هلاقي فرق. يبقى في البركاشن اتس ان ارت اوف كومباريزون، بقارن ما بين الريزونانس وبعدين اشوف اللي هي الاذر نوتس الثانيه، سواء امبيرد نوت او دالنس او ستونو دالنس، تمام. ببدا بلايت بركاشن وبعدين اخش على الديب. سوبرفيشال بيجيبوا الحاجات سوبرفيشال، والديب بيجيبوا الحاجات اللي فوقها ايه اورجان زي الابر بوردر اوف ذا ليفر مثلا، تمام. وانس ان انا لقيت دالنس لازم اعمل اليسيت، لازم اشوف اللي الشيفتنج دالنس عشان الاسايتس، وما انساش دايما التروبس اريا والريد الانجل. دي رولز كده هتحطها في دماغك عشان البركشن، تمام. دكتوره ياسمين اتفضلي. اول حاجه في البركشن بنشوف البركشن اوف اسايتس، عملنا بايلاترال شيفتنج دالنس نو اسايت. في اذر مانوفر طبعا، في الفلويد تريل، بس ده لما تبقى فيه تنس اسايتس ومفيش ريزونانس خالص بنعملها. وفي ني البو بوزيشن، بس دي ما عادتش بتعمل، ان انا اجيب البيشنت يقعد في الني البو، بحيث ان دي بتتعمل لما يكون في اسايتس مينيمال اماونت اوف اسايتس، عشان الاسايتس تنزل تحت في الامبلايكس وتبقى ضل. دكتور حسن حضرتك سامعني؟ ايوه يا دكتور محمد. بس عايز اقول دكتور اسفين، واحنا بنتكلم عن البركاتش
المفروض نجيب البركشن الابر بوردر اوف ذا ليفر البركشن الابر بوردر اوف ذا سبلين ازاي البركشن للاسايتس اف بريزي عشان تقبل الامور واضحه العناوين الرئيسيه احنا هنغطيهم بس سلايد سلايد احنا بنتكلم احنا هنغطيهم كلهم طول حسن بس بنبدا واحده واحده يعني هي بدات دلوقتي بالبركشن اوف ذا اسايتس هل حضرتك ريكومند لما الطالب يجي يكتب شيت يبدا بالابر بوردر اوف ذا ليفر ولا يخش على البركشن اوف ذا اسايتس على طول لا هو لما هيجي يعمل لو هيعمل بركشن اوف ذا ابدومن هيعمل بركشن اوف ذا اسايتس تمام طيب حضرتك ساتسفايد بالكومنت اللي الدكتور ياسمين كتبته نو اسايتس ديتكتد باي شيفتنج دالنس لا هو لو ما فيش كده ما فيش حاجه اسمها اسايتس بتكتد شيفتنج دالنس هي بتقول ان انا عملت بركشن للابدومن از ريزونانت انا افهم من قدامها كده ان ما فيش ايه اسايتس تمام محمد حسين سامعني؟ الو اي سامع حضرتك يو ار ساتسفايد بالكومنت اللي مكتوب في الشيت يعني انا طالب بقرا لك الشيت وكتبت هذا الكلام وبقول عليك بركشن فور اسايتس نو اسايتس ديتكتد باي شيفتنج دالنس لا هو يعني زي ما حضرتك زي ما الدكتور حسن كده قال يعني انا مع الدكتور حسن ان احنا مش هنقعد بقى نقول الشيفتنج دالنس طب يعني انا هسال نفسي اقول طب انا ما عملتش ليه ترانسميت تريل طب ليه ما شافتش الاقل من كده مثلا ني شيست بوزيشن ما عملتش ليه تيست بتاعها فهو لو هي يعني عملت بركشن اسايتس تقول زي ما الدكتور حسن قال ان هو ريزونانت ابدوم بالظبط زي ما الدكتور حسن قال ريزونانت ابدوم انه خلاص وانا هفهم كانه مفيش اسايتس خالص طيب تمام طبعا هو زي ما الدكتور ياسمين قالت الاسايتس عشان تعمل له بركشن لو انت بتدور على اسايتس لو الاسايتس ده مينيمال يعني تحت 500 مللي مش هتجيبه بالشيفتنج دالنس لكن لو مودريت هتجيبه بالشيفتنج دالنس لو الابدومن اوبفيسلي تنس جدا زي ما هوريكم في السلايد بعد شويه مفيش حاجه بقى انك تعمل شيفتنج دالنس هتعمل ترانسميت سريل ومش محتاج اصلا تعمل ترانسميت سريل كمان بس احنا بنعمل الكلام ده للتيتشنج لكن الستاندرد تيست عشان تدور على الاسايتس اللي هو الشيفتنج دالنس انك تعمل بركشن من الابيجاستيرم لغايه ما توصل الابر بوردر اوف ذا دالنس عشان الكومبارجن وبعدين تطلع فوقه منه وتبقى بارلل للميد لاين وتعمل بركشن وانت رايح لاترالي اول ما تلاقي الدلس ممكن تنزل يعني وان فينجر بريتس عشان تبقى انت 100% في الدلس وبتخلي المريض يجي على جنبه زي ما في الصوره اللي على اليمين وبعد حوالي 30 ثانيه عشان يحصل ريديستريبيوشن الفلويد ينزل لتحت والاريا يطلع لفوق واعمل بركشن ثاني للمنطقه اللي كانت دال من شويه هتبقى ايه هتبقى ريزونانس وانس انك عملت شيفتنج دلس يو هاف تو دو البايلاترال شيفتنج دلس يعني لازم تكرر المانوفر ده بالجهتين لانه في اسباب لليونيلاترال شيفتنج دالنس المينيمال اسايتس كان بيتعمل له زمان قبل ما يطلع السونار حاجه اسمها البادل ساين او ني البو بوزيشن وانا طبعا عمري ما هنسى ان انا في امتحان البكالوريوس سنه 2000 وقلت الكلام ده للاستاذ دكتور محمد السمري رحمه الله عليه واتفرج عليا المستشفى بالدكاتره بالتمريض بكل الناس ان انا بقول هذا الكلام اللي هو بقى هيستوريكال وما عادش بيتعمل وان اسكال انك تنام المريض على بطنه وتنزل انت تحت بطنه وتخبط الكلام طبعا يعني استاذ دكتور حسن لا والشيء مش هيذكر انا عملتها وانا نايم انا وانا عملتها وانا عملتها في الاكزام حقك ولا في ولا في ولا في لا عملتها وانا نايم يا دكتور محمد انا ورئيس القسم اصر قال لي انا عاوز اعرف فيها فيها اسايتس ولا لا فجبت اثنين ترولي ونيمت العيال عليهم ونزلت تحت الترولي وشفت الابدوم او الراوند الامبلاكس ده ولا لا دكتور عاصم يقولها لكم يعني طيب بس اعتقد حضرتك في الايرا اللي احنا موجودين فيها يعني اسك اللي مش مقبول قوي السونار بيجيب ايفن لو 10 مللي بيقدر السونار يجيبهم كمان ويساعدك انك تاخد منهم ايفن الترا ساوند جايدد اسبيريشن لا طبعا طبعا خلاص احنا ما عدناش السونار دلوقتي بسم الله ما شاء الله يعني مكننا من حاجات كتير مكننا من حاجات كتير جامد السونار الحقيقه فما عادش عايزناش نعمل الحاجات دي والموست كومن دلوقتي لو انت انت ما فيهاش سمار تعملش دالنس والموديفايد شيفتنج دالنس ده سؤال بقى اللي جاتنا على الشات يعني ايه موديفايد شيفتنج دالنس دكتور حسن يعني ايه موديفايد شيفتنج دالنس ده السؤال اتسال على الشات حالي
الشيفت دالنس ان انت بتقلب العيان الاوبوزيت سايد، يعني انت على الرايت بتعمل بركشن على ال زي الصوره، زي الصوره اللي قدام دي مثلا الناحيه الثانيه، زي الصوره اللي قدام. انا للاسف مش باين عندي، مش باين الصوره عند الصوره خالص يا دكتور محمد، معلش. طب اتفضل. مش باين عندي. طب اتفضل. الشيفتنج دالنس على الاوبوزيت سايد، الموديفايد شيفتنج دالنس ان انت بتلف العيان على نفس السايد اللي موجود فيه. بروفايدد انك ما بتحركش ايديك من على بطن العيان، يعني كان المريض يعني كان المريض هينام على ايدي بس. لا انا بس التوزه سيم سايت عينان على ايديك، تمام. لان الفكره في الاول ان الاشياء فري فلويد، تمام. طيب دكتور محمد يا حسين، سؤال على الشات بيقول البركشن بتاع الشيفتنج دالنس فوق الامبلايكس ولا تحت الامبلايكس؟ دكتور محمد حسين سامعني؟ دكتور محمد الاثنين يتعمل الاثنين، اللي فوق واللي تحت. طبعا المعتاد بيتعمل من تحت علشان جانو ميجالي، يعني مثلا عيان عنده هباتو ميجالي او سبينو ميجالي او كلام من ده هيلخبطك، لانك انت ممكن وانت ابروتشنج على السبلين او ابروتشنج على الليفر هتلاقي في دالنس، هتقول ايه ده الدالنس بيتر، انك انت تستارت بلوز امبلايكس. بس يعني بعد ما تعمله تحت الامبلايكس اعمله برضو من فوق. هو في نقطه تاني كمان اهم من كله ده، انك حوالين الامبلايكس ذات نفسه من يمين وشمال، عشان ده هو اللي هيعمل لك ديفرنشيشن بين التست اللي انت هتعمله، ان تلاقي فيه ريزونانت بين ذا اراوند ذا امبلايكس على جوانب كمان، مش لازم بس من فوق او من تحت بس، يعني اراوند ذا امبلايكس المكان ده كله لازم يبقى ريزونانت عشان تقدر تفكر انك تعمل شيفتنج دالنس. غير كده يبقى هتعمل ترانسميت سريل لو لقيت فيه دالنس حوالين الامبلايكس. او بالظبط يا دكتور محمد، بعد اذن حضرتك انت بتحط ايديك في الميد لاين بالظبط وتعمل بركشن. لو انت عندك خلاص، لو هو ضل بتبروسيد وزرايت كله ضل، بتبروسيد ترجع تاني تروح ناحيه الليفت كله ضل، يبقى انت كده من الاول عندك دالنس فروم ذا ستارت، يو ماست ان انت تبدا بالترانسميتد سيريل. اما لو لقيته في الاول، لو حطيت ايدك في الوسط ولقيته ريزونانت الاول، ريزونانت الميد لاين، بتمشي مع الريزونانت مع الريزونانت مع الريزونانت لحد ما تتغير النوت تبقى ضل، بعدين بتعمل تيلتنج تو ذا اوبوزيت سايد. لو تحولت الضل اللي تحت ايدك الريزونانت يبقى ده بوزيتيف شيفتنج دالنس، ده معناه ان انا من الاول ولقيته ريزونانت 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 لحد ما وصلت للفلانكس، اجيب العيان على نفس السايز اللي انا عليه، يعني لو انا على الرايتك بحج على الرايت، لو تحولت الريزونانت الاخيره خالص اللي هي ايدي عند الفلانكس من ريزونانت لضل، يبقى ده موديفايد شيفت دالنس بوزيتيف، ود مينز مينيمال اسايتس. ما اقدرش احلف ان انا ما عنديش اسايتس زي ما امارة الا بالسمار اللي هو بتجيب اب تو 100 سي سي اوف علشان اطولت لكم، بس يعني ايه عشان عبارات على بعضها للطلب يعرف. في حاجه، في نقطتين تاني يا دكتور عماره برضو، يعني زمايلنا اصغر مننا برضو بينسوهم او بايباص النقطتين دول. النقطه الاولانيه ان انا وانا بعمل الشيفتنج دالنس، اول ما بلاقي مكان الدالنس الاقي قلب العيان على طول مباشره، لا ما بتقلبش العيان، انت بتكمل لغايه نهايه الفلانك،
لانه ممكن يبقى ده مثلا يعني ضلنص عابر وتلاقي بعد كده ابتدى يحصل ريزونانس تاني زي ما بيحصل مثلا في الميزنتريك سيستا او الاوفيريان سيستا او الحاجات دي كلها. فاحنا لازم نكمل ما نوقفش عند بدايه الضلنص. يعني انا لو لقيت الضلنص ابتدى مثلا في الميدل بارت بين الامبلايكس والفلانك لا هكمل لغايه الاخر خالص. واخر نقطه على الاقل ينزل بعد منه يعني 1 اور 2 فينجرز عشان يتاكد ان هو فعلا ضل زي ما انت بتتكلم على الاقل يعني. وبعد النقطه الثانيه بقى المهمه جدا جدا ان انا بعد ما بعمل ما بجريش بسرعه احط ايدي تاني على الامبلايكس اشوفها بقت ريزونانت ولا لا. النقطه اللي انا واقف عليها دي هستنى اشوفها هي حصل فيها شيفتنج ولا لا. يعني هي ذات نفسها رجعت تاني ريزونانت ولا هي كان ضل دلوقتي على طول من دقيقه او من دقيقتين قلبت تاني ريزونانت ولا قبل ما احط ايدي ارجع تاني بسرعه على الامبلايكس لا انا المكان ذات نفسه اتاكد منه وبعد كده ارجع تاني تدريجيا زي ما انا كنت ماشي تدريجيا علشان اتاكد ان هو يبقى شيفتنج دونس. الحاجه الثالثه ودي برضو مهمه ان هو اتس ابايلاترال شيفتنج دونس ما بيتعملش على ناحيه واحده بس علشان ممكن تبقى لوكيوليتد اسايتس موجوده في ناحيه والناحيه الثانيه ما فيش اسايتس ولا حاجه. فانا ازاي اقدر اقول كده اقول ان هو في شيفتنج دونس ولا لا او بايلاترال شيفتنج دونس؟ التست اسمه كده بايلاترال فيبقى لازم يتعمل على ناحيه. ده مهم جدا يا جماعه احنا في الاوسكي بشوفك بتعمل على الجهتين ولا لا. بايلاترال لازم تعمل في الجهتين. البركاشن اتس ا ماتر اوف كومباريزون فلازم زي ما تقول حسب الاول قال لك في الميد لاين ما لقيت من الاول ضل ويمين ضل وشمال ضل خلاص ما فيش شيفتنج ضل ده ترانسميت سريل على طول. لكن لو لقيت ريزونانس بنزل لغايه ما ميد لاين لغايه ما اطمن ان في ضلنس واطلع فوق سبيس وابدا اتحرك يمين وشمال عشان الكومباريزون. انا مش هعرف الضلنس الا ما اقارنه بالريزونانس اللي انا سامعه من شويه. دكتوره بسمه معانا؟ يا بسمه طولنا عليهم يا دكتور محمد معلش بس دي نقط مهمه جدا. دكتور ياسمين معانا؟ اه يا دكتور محمد. طيب ده طبعا التيست اللي كان بيتعمل عشان ترانسميت سيريل طبعا اوبفيسلي الابدومن جروسلي ديستندد حركتها مع الاسبيريشن قليله جدا الابدومن كانها الجلد كانه بيلمع بجيب ايد المريض واحطها في النص واحط ايدي في الجهه ديت وبعمل فليكرنج بصبعي عشان انقل الويفز كان انا حادف طوبه في الميه كده بتتنقل من جوه الابدومن. فايده ان انا احط ايدي ان انا الترانسميشن اوقف الترانسميشن اوف ذا ويف الابدومينال وول عشان ابدا احسها بالاذر سايد تمام. طيب بالنسبه للبركاشن اوف ذا اورجان اتفضلي يا دكتوره ياسمين. تمام هنبدا اول حاجه بالليفر بنشوف الابر بوردر بتاع الليفر بالهيفي بركاشن. هقول الابر بوردر اوف الليفر اوف ليفر ات رايت فيفث انتركوستال سبيس في الرايت ميد كلافيكولار لاين بالهيفي بيركشن. اللور بوردر بنشوفه باللايت بيركشن. ببدا من تحت برضو وبعمل لايت بيركشن لحد ما الاقي دالنس واكمل عشان اتاكد ان الدالنس دي مكمله مع الهباتيك دالنس. ومنها بقى بحسبها مع الابر بوردر واشوف الليفر زبان. دكتور حسن حضرتك تحب تكومنت؟ محمد حسين معاك. دكتور حسن سامعني اتفضل حضرتك. اتفضل يا دكتور. ايه الدكتوره ياسمين جابت الابر بوردر سامعني يا دكتور حسن؟ جابت الابر بوردر بالهيفي بركشن جابته في الفيفس انتر كوستال سبيس ميد كلافيكولار لاين وجابت اللور بوردر باللايت بركشن 3 سم بلو ذا رايت كوستال مارجن وقاست الليفر سبان ولقت الليفر سبان كام سم يا دكتور ياسمين؟ انا ما كتبتوش بقى بس يعني هو نورمال من 12. طيب انا اقول النورمال في الرايت لوب قد ايه يا ياسمين؟ لحد 15 سم يا دكتور. لحد 15 10 سم صح كده. طب هو من 12 ل 15 والليفت لوب من 4 ل 8 من 4 ل 8 طيب الدكتور حسن لو انا يعني انا طالب وبقرا لحضرتك الشيت وكتبت الكومنت ده على البركشن اوف ذا ليفر ابر بوردر ولور بوردر هل اتس ساتسفايد ولا لازم اجيب الابر بوردر في لاين يعني لازم اجيبه كمان في الميد اكزيلري او الانتيور اكزيلري لاين؟ لا لازم اجيب الابر بوردر لازم اجيب الابر بوردر كمان في ال اول حاجه الكلاسيك ميد كلافيكولار لاين تمام بتاعي ميد كلافيكولار
الارلاين زي ما انا تسميه، بس هو بيجيب بوردر، هو كده هيجيب بوينت واحد. تمام. ان انت عاوز توصل له. اه يبقى اذا المفروض، لكن هو لو طالب وجابه لي في الابر بوردر في السكس انتركوستال في الفيفس انتركوستال. الو ايوه، يعني بالنسبه على مستوى الطالب بالنسبه للاندر جراديويت ساتسفايد. ايوه ساتسفايد بالظبط كده. طيب دكتور محمد، يعرفني بس، يعرفني بس انه هيعمل بركاشن كويس. تمام. يبقى المانوفر من حاسبك عليه هيفي بركاشن في الابر بوردر وانت ماشي في الميد كلافيكولار لاين، وبرده الرايت لوب في الميد كلافيكولار لاين لايت بركاشن. دكتور محمد حسين، تحب تضيف كومنت ولا الموف؟ لا هو جميل، بس انا كنت بسالها، هو انت عملتي ليه تايدل بركاشن؟ يعني ايه فايدته بالنسبه لك وبتعمل ازاي؟ هو التايدل بركاشن ده هو هيفي بركاشن، بس لما بعمله في اللونج بخليه ياخد، لما حد الاقي هي في امبير نوت كده اخليه ياخد، او يعني دلنس اخليه ياخد نفس ديب انسبيريشن، بترجع ريزونانس تاني عشان اللونج بتنزل الاورجان تحت شويه مع الانسبيريشن. اه اتاكد كده ان هو اتاكد ان هو كده الليفر، يعني اتاكد ان هو مش حاجه في وده لو ما حصلش يعني لو ما حصلش الكلام ده يبقى ممكن في 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 حاجه في اللونج هي اللي عامله الدلنس دي. ممتاز. طيب دكتور حسن، سامعني حضرتك؟ ايوه. في سؤال، في طالب بيسال سؤال بيقول المفروض. ايوه دكتور حسن، في طالب سال سؤال بيقول المفروض اكتب مع البركشن الليفر سبان ولا لا؟ لا مش المفروض ان انا اعمل بالليفر سبان في البركشن. تمام. طيب ده مستوى الطالب، عرفنا الابر بوردر فين بس. طيب تمام، شوف ان هو هيحس باللور بوردر، ان برضه اللايت بركشن تحت مش كل الناس قادره فيه يا دكتور محمد. هي دي حقيقه فعلا. عايز اذن يعني. تمام يا دكتور محمد، سامعك يا دكتور حسن. اللايت بركشن فعلا اللايت بركشن ده عايز مهارة كبيرة جدا، هتبقى صعبة جدا على الطلبة. انما الابر بوردر لا، يعني كلاسيك عادي وحسه. الو ايوه سامعينك دكتور حسن، اتفضل اتفضل. فهو زي ما انت بتعمل كده، الابر بوردر ده مهم، البوينت بتاعت الميد كلافيكولار لاين ده مهمة، اللايت بركشن من تحت هو يكفي ان هو يقول لي بس ان انا بجيب اللور بوردر باللايت بركشن، لكن هو ممكن ما يقدرش يتحكم لو عنده لودد كولون، لو عنده ستيندرد بلادر. لو اتعلم المانوفر ان هو لايت بركشن، وبالتالي مش هيقدر يحسب الاسبان صح. تمام على تمام دكتور حسن. طيب ليتس موف على الاورجن اللي بعد كده. اتفضلي يا دكتوره ياسمين. السبلين بعد كده. هو انا كاتبه بقى البوردر، الابر بوردر اوف سبلين في الفيفث انتركوستال سبيس ميد اكزيلري لاين برضه بالهيفي، واللور بوردر استنى يا ياسمين، في الفيفث الابر بوردر بتاع الحاله اللي انت شفتها في الفيفث؟ لا 7 7 يا دكتور حسن 7 النورمال فين يا ياسمين؟ نورمال سبلين فين بالتفصيل؟ من 7 ل 9 نورمال في 9 على طول في 9 اه 9 ده 7 انت حسيتي بقى في الفيفس؟ في 7 لا في 7 بتقول في 7 نعم 7 بيت اكزيلري تمام. طب الاسبلين عشان يتحس كده يكبر كم مرة؟ يكبر كم مرة يا ياسمين؟ الاسبلين عشان تحس المرجع تحس كم مرة من حجمه الاصلي؟ تحت الكوستال مارجن. لو حسيت تحت الكوستال مارجن يبقى 3 مرات. برافو عليك، برافو.
طيب دكتور محمد حسين ساتسفايد بالكومنت اللي دكتور ياسمين طبعا هو الابر بول واللور بول هو احنا ما فيش هو بس ما فيش حاجه اسمها بركشن اوف ذا سبلين هو في حاجه اسمها بركشن اوف تروبز اريا تطلع ترسم تروبز اريا وتعمل بركشن ليها وبعد كده تطلع ديفرنشال دايجنوزس تقول ان هو التروبز اريا دي فيها اما يكون سببها سبلين يا اما يكون سببها حاجه في اللنج يا اما حاجه في الرايت لوب يا اما حاجه في يعني تطلع الاسباب بتاعتها الليفت لوب ولا ايه احنا بنتكلم على مستوى الجراديوس يا محمد بنتكلم على مستوى ايوه ما احنا بنعمل ايوه حضرتك في الاندر جراديوس احنا بنعمل بركشن للتروبز اريا التروبز اريا بنحدد الباوندرز بتاعتها وبعد كده بعد ما بنحدد الباوندرز بتاعتها بنحدد بقى بنقول يعني كمان هي الضلنس موجود اكتر ناحيه الميديال ولا ناحيه اللاترال ناحيه ابر ولا ناحيه لور وبناء عليها نطلع ديفرنشال دايجنوز اذا كان ده سبلين اللي عامل ضلنس ولا ايه بالظبط لكن تالي هيبقى صعب ان هي تحكم ان هو سبلين كانها بترسمه لاند ماركس او ممكن لو حاجه دي تيتشنج ماشي لكن قصدي في البراكتس هتبقى متهيألي محتاجه كده ان احنا نعمل نرسم التروبز اريا ونطلع الضلنس ده موجود فين بالظبط يعني في هذا عايز تقول راي حضرتكم طبعا لو احنا عملنا بركشن احنا ممكن نعمل نقلسه الضلنس لللور بول او بنسبلين باللايت بركشن اللي هو معدي كورس المارك تمام لو مش معدي هعمل بركشن للتروبس اريا وهقول التروبس اريا از دان مثلا بالظبط يعني هي دي الفكره ممكن اللي انا عايز او في حاجه اسمها السبلينك بركشن ساين ان هو النايتس انتركوستال سبيس لو كانت حصل عايز اوصل بس ان هو صعب حضرتك ان انا احكم ان هو سبلين يعني دي هي منطقه عامه بالظبط تمام هو طبعا برضو في حاجه اسمها اللي هي طبعا السبلين زي ما كانت الدكتوره تيم بتقول انه من 7 ل 8 ولما يبدا يكبر يبقى يعمل دانس في الناينس انتركوستال سبيس في الاتيور اكزيلر لاين اللي احنا بنقول عليها الكاسل ميثود او السبلينك بركشن ساين تمام دي كايرلي ساين للانلارجمنت اوف سبلين طيب شكرا دكتور محمد طبعا الكاسل ميثود والنكشن طبعا النكشن ده كلام يعني ايه للاستهلاك مش اكتر ما بيتعملش لكن بالنسبه للسبلينك بركشن ساين اللي هو البركشن للناينس انتركوستال سبيس وده بيتعمل كلينيكالي اللي هو كايرلي ساين للانلارجمنت اوف سبلين دي التروبس اريا اللي كان دكتور محمد حسين بيتكلم عليها اللي هي زي ما احنا حافظينها 6 8 9 11 6 الريب اللي هي البوينت يعني تحت الايبكس وظهار والناينس كوستال مارجن وال 9 و11 انتر كوستال سبيس في الميد اكسيلري زي ما قلت محمد حسين لو انت السبلين مش انلارجد هتعمل بركشن للتروبس اريا وهتقول تروبس اريا از ايه ضل زي ما قلت ياسمين كاتبنا هنا وده ماشي مع الكلام اللي هي بتقول انها حاسس سبلين تحت كوستال مارجن والا لو كانت قالت ريزونانت يبقى هي ايه بتفبرك الايه الشيء دكتور حسن حضرتك سامعني معاك يا حبيبي لو قالت ريزونانت يبقى ما فيش سبلين ميجالي لا لا ضل تروبس اريا ضل كده يا دكتور محمد حسين صح يا زلمه ياسمين صح يا زلمه واللي هي الكاسل ميثود او الكاسل ساين او السبرينج بركشن ساين يا جماعه اللي بنتعلم عليها بالعدسه ديت اللي هي في الانتيور اكزيلر لاين تلاقي اللاينز سبيس بقى ضل اللي هو الحاره الساين الاوليه للانلارجمنت اوف سبلين البركشن بتاع اللي هو برادر اتفضلي يا دكتوره ياسمين اخر حاجه معانا البركشن اوف اليورينري بلادر دي برضو بناخدها يعني بنعمل بركشن كده من تحت في الميد لاين المفروض بتبقى في الاول ريزونانس وبعد كده ضل لو هي فول بلادر فول يورينري بلادر عكس عكس الاسايتس يعني هي بتبقى الضلنس بيبقى في السوبرا بيوبيك يعني والبريفرال بيبقى بتاعه بيبقى فيه ريزونانس عشان الكولون بس طبعا ياسمين يعني وهي فول ضل وهي فول ولا هو يا ايمت ياسمين لا وهي فول الضل وهي فول او ما هو في البالبيشن كانت نوت فل هي مش فل يبقى هقول ريزونانت دكتور حسن ولا اقول نوت ضل لان هي المفروض نورمالي مش ريزونانت اليورينري بلادر مش مليانه هواء ما هو يا دكتور محمد هو الكلام اللي احنا كنا بنقوله ان احنا مش هقعد اعلق على كل حاجه هو لو هي يعني اليورينري بلادر هتبقى ضل لما تكون فل بالظبط لو هي مش فل خلاص ادي عليها كومنت خالص ادي عليها كومنت تمام هو بس باقي الرينال انجل دي اللي انا ما كتبتهاش البركشن بتاعت الرينال انجل المفروض يعني كنت اكتبها بالظبط
بتعمليها ازاي يا دكتوره ياسمين؟ ايوه طبعا البركشن في الكدني ملوش قيمه عشان تعمل حسابك يعني، بس برضه فور تيتشنج البركشن اوف ذا رينال انجل از نوت يعني كلينيكالي فاليوبل، لان لو في مسح تلاقيها ضل وانك تلاقي فيها ريزونانس عشان الكل يعني الفاينكس منها مش كبيره. ولا انت موافق ان رايته محمد ولا لا؟ لا معلش مش واخد بالي حضرتك ايه؟ البركشن في الرينال انجل للكدني يعني ما بنعتمدش عليه كتير في البراكتس يعني مش مش ما بيش فعلا معك حق. دكتور حسن خليك معانا. ده الموديل بتاع الاوسكي اللي احنا عاملينه يا جماعه للبركشن. برضو ثلاثه ايتمز الاولانيين اساسيين، انتروديوس يور سيلف للبيشنت وبتكسبلين وبتعامل المريض بصوره كويسه وتعمل اكزامي ايه اكسبوجر للابدومن كويس. البركشن انا بحاسبك وانت بتشتغل على الستاندرد اللي هو الشيفتنج دالنس، عملته ولا لا؟ ايدك محطوطه على الابدومن صح ولا لا؟ وعملت بايلاترال ولا يعني وعامل حسابك ان انا مش شايفك وبتعمل ولا لا؟ وبتحط ايدك على بطن المريض وتنتظر 30 ثانيه من غير ما ترفع ايدك لغايه ما يحصل ريديستريبيوشن للفلويد والاسايتس ولا لا؟ وبتعمل بركشن للابر بوردر اوف ذا ليفر بهيفي بركشن في تو بوينتس. يعني الدكتور حسن زي ما احنا متفقين مع الطلبه يعني يكفينا في الميد كلافيكولا لكن الصح لانه بوردر فبجيبه باثنين بوينتس في الميد اكسلري والميد كلافيكولا. وبتعمل بركشن لايت للور بوردر اوف ذا ليفر اللي هو كان محسوس ولا لا، والاسبرين اللي هو كان محسوس ولا لا، وعملت لما ما لقيتش الاسبرين او عملت وعملت بركشن التروبس اريا ولا لا، ولو اليورنال بلادر فول عملت لها بركشن ولا لا. دي والجازس لو تفيد فيوز ابدومينال ديسنشن عشان الكولون او البريشن او كده. دي الايتمز اللي انا في الامتحان الاوسكي بجاوبك او بدي كومنت عليها علشان الايه علشان امتحان الاوسكي. احنا معانا بالظبط 6 دقائق، فقبل ما نختم هسال الدكتوره بسمه. دكتوره بسمه معايا؟ دكتوره بسمه دكتور حسن حضرتك معانا؟ دكتور حسن دكتور محمد حسين معايا؟ ايوه مع حضرتك دكتور محمد حسين. قبل ما نختم الورك شوب بتاعت النهارده، تحب تضيف اي كومنت في الجزء اللي احنا اتكلمنا فيه النهارده؟ لا تمام كده. الدكتوره ياسمين كانت موفقه جدا بسم الله ما شاء الله، متميزه كالمعتاد. شكرا دكتور محمد، ربنا يخليك. دكتوره بسمه معانا؟ طيب دكتور محمد، كان في جه سؤال من شويه وانا اجبته لغايه اخر المحاضره. دكتور عايزين تعيد بس الجزء بتاع كوبوازيلو، لان في بعض الناس كان الصوت عندهم انقطع وانت بتتكلم. دكتور محمد اتفضل. هو الكورفازير لو دي قاعده اتحطت قالت ان الجول بلادر لو اتحست يبقى دي مالجنانت جول بلادر، لو ما اتحستش يبقى العيان عنده كالكوكوليستايتس وهو اللي عامل ان هو جاي بجونز. عيان جونز جاي عيان جاي بجونز جاي بجونز، وانا عايز اعرف اذا كان القصه مالجنانت ولا حاجه يعني مش مالجنانت. فالقصه تفسيرها بقى ان هو المالجنسي بيحصل اون توب اوف هيلثي جول بلادر، تمام؟ فالهيلثي جول بلادر دي بيحصل فيها ديستنشن بسبب سواء كان زي ما الدكتور ياسمين قال كانسر بانكرياس كولانجيو كارسينوما اي حاجه في الحاجات دي كلها ممكن هتعمل ديستنشن للجول بلادر وبالتالي هتبقى بالبابول عشان هي هيلثي. اما في حالات لو كان في ستونز او حاجات زي كده فالجول بلادر دي هتبقى كرونيكلي انفليمد وبالتالي فايبروتيك وبالتالي مش هيحصل لها ديستنشن، تمام؟ دي قاعده. القاعده دي ليها بعض الفلاسفه. ايه الفلاسفه بتاعتها؟ بتقول ان هو ممكن ان العيان يبقى عنده مالجنانت جول بلادر وما تتحسش لو هي حصلت اون توب اوف ستونز. عيان كان عنده ستونز قبل كده وبعد كده وكانت فايبروتيك جول بلادر وحصل مالجنانت كانسر بانكرياس ولا اي حاجه من الحاجات دي كلها مش هتتحس. فدي برضو حاجه من الحاجات. ممكن لو هي كونجنتالي ابسنت جول بلادر من البدايه وبرضو مش هتتحس. لو كان لو كانت ليها يعني ابنورمال سايت، في بعض الاحوال الجول بلادر بتبقى انترا هيباتيك او ريترو هيباتيك ورا الليفر، تمام؟ مش هتتحس حتى لو كان في كانسر موجود في العيان. فدي حاجه من الحاجات. ممكن بقى تبقى حاجه كالكولا او يعني قصدي حاجه مثلا كرونيك انفلاميشن او كالكولا جول بلادر يعني، ومع ذلك بتتحس
لو العيان عنده زي ما الدكتور ياسمين قالت من شويه المريض سندروم الستون بتبقى موجوده في الهارت مان باوتش وبتضغط على السي بي دي وتبتدي تعمل ايه طبعا ديستنشن في الجول بلادر تمام او لو في ستونز موجودين في الاثنين واحده في السيستك واحده في الكومن بايل داكت تمام دي ده الكوفيزيلو تمام اللي عنده اي سؤال يا جماعه في خلال الثلاث دقائق اللي فاضلين معانا يا ريت يسالوا على الشات دكتوره بسمه معانا طيب اي حد من الزملاء يحب يسال اي سؤال في الورك شوب دكتور حسن ما اعرفش حضرتك رجعت معانا ولا لا دكتور اسلام حضرتك تحب تضيف حاجه لا يا باشا تمام ما شاء الله دكتورة ياسمين غطت كل حاجة في يا جماعة اللي عنده أي سؤال يا ريت يبعت على الشات في سؤال على الشات بيقول شكرا لمجهودكم شكرا بنشكركم احنا يعني زي ما قلت لكم احنا في قسم الكبد والجهاز الهضمي لا يسعنا إلا أن نقدم يد العون في كل حاجة في سؤال تاني يا دكتور الموديل بتاعت الكوسكي يعني هنتحاسب عليها هنا بلادر او سبلين السؤال على عربي انجليزي يا جماعه في امتحان الاوسكي يا جماعه احنا يهمنا ان احنا بنركز على التكنيك بشوفك بتعمل ولا ما بتعملش تمام يعني الفايندنج ممكن ما احاسبكش عليك يهمنا تعمل التكنيك صح وانت بتشتغل بتعمل بالبيشن مثلا دي البالبيشن اي ام ناو اكزامينينج فور ذا ليفر بشوفك بتدور على الرايت لوب والليفت لوب ولا لا اي ام بالبيتنج فور ذا سبلين I'm palpating for the aorta. وتحط ايدك على مكان الفيجاترم. I'm palpating for the colon. I'm palpating for the gold for the renal bladder. طب عارف بس انك بتعمل التكنيك ولا ما يهمنيش قوي انك تطلع فايندنج لان انت معاك اكسبيرينس هتطلع الكلام ان شاء الله او هتطلع الفايندنج بس انا يهمني انك تعمل التكنيك صح. وفي الاوسكي قول لي انا بعمل على كذا انا بشوفك. انت بتقول انا بعمل دلوقتي بيركشن للاسايتس وشفتك ما بتعملش بالاترا شيفت جنس معناه انك بتالف او ما بتعملش التكنيك صح. انا بعمل بيركشن للابر بوردر اوف ذا ليفر وبتعمل لايت بيركشن انا لازم اشوفك وانت بتعمل ايدي بيركشن دكتور ياسمين طبعا احنا بنشكرك على المجهود دكتور محمد حسين ان شاء الله يوم السبت هتشرح ايه باذن الله نعم يوم السبت ان شاء الله هتشرح ايه طب خلاص ننسق مع بعض ان شاء الله و خلاص ونعلنها باذن الله ان شاء الله احنا كده يعني الكلينيكال هنبدا ان شاء الله فاضل بس معايا محاضرتين هسجلهم اللي هو بالبيشن اوف ذا سبلين والبقيه الجزء بتاع الانفستيجيشنز كمحاضره وبعد كده هنبدا نعمل مع بعض موديل اكزام ان شاء الله للكلينيكال والنظري لو انتوا في مواضيع معينه يعني حاسين ان فيها ديفكت يا ريت تعرفونا عشان نقدر نجهز فيها بنشكركم كلكم بنشكر استاذ الدكتور حسن على انه قطع وقت جزء من وقته الثمين وشارك معانا دكتور حسن حضرتك سامعني طبعا دكتور حسن اضافه اضاف لنا معلومات كتير ربنا يبارك له الدكتور محمد حسين انا بشكره جدا دكتور ياسمين طبعا مجهودها ممتاز الدكتور اسلام بنشكره بشكركم كلكم طبعا على ان انتم بتشاركونا باستمرار ان شاء الله نلتقي الاسبوع القادم هنعرفكم برضو على ترتيب المحاضرات والكلام ده كله ما اتشرحش في الانفكشن باقي جزء في الانفكشن يعني هنكمل ان شاء الله ربنا يستر دكتور حسن كان بدا الاتش سي في هنكمله وهنشوف بقيه المواضيع ان شاء الله نحاول نجمعها برضه ربنا ييسر ان شاء الله باذن الله انا بشكركم واشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته اسبوع على خير وعليكم السلام شكرا دكتور محمد عليكم السلام